اسمع يا تركي، سم ابيك تكلم كل العيال يجون نتفرج المباراه هنا جنب ذولي الفقراويه. ازهلها طال عمرك، اصفهم لك كلهم هلاليين. السلام عليكم. كفو بسرعه. تاكيد مركزي بعدم وجود ضغوط، لكن حمد الله جول، حمد الله جول. لقب الدوري حمد الله يأتي مع التهديف الأول النصراوي، وممكن يكون في حديث آخر مع حكم الفار، لكن لا يا شيخ، ليه فار دقيقة، ليش كذا؟ ما فيها شيء يا شيخ، والله ما فيها شيء، راح يكون الكلام ليش هذا الدوري كله فار. بماذا يا ميسيال؟ البولندي ميسيال القرار بإلغاء الهدف. الفار طير الهدف. شينا عيال شينا. وش كم الحكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الفار تكفى علمني. ما في فار يا حبيبي، توها المباراة ما بدت. قوموا وتوضوا ونصلي نتغدى يلا. الله على نظام زمان مباريات الليل. حطها هي، حطها، جول هلالي مبكر، جول خلف اسوار الجامعه من البدايه. هلالي اتحداك، لا تهايط، عنده كل المهارات. شوف كنو واحد لاعب خط الوسط وعنده اربع اهداف، تتكلم عن كنو. لا روح، تتكلم عن كنو. البريكه تقدم هي عرضيه خطيره، جول بدري عليك يا ورع. ايش هذه المسخره؟ جولين في ربع ساعه. هزيمه النصر اسرع من طبخه الاندومي. وش كويس 2-0 يا ولد، 2-0 كويس. يا اخوي خلصني، وراي شغل. اصبر شويه. محاوله مرابط يلعبها بالراس. الحمد لله جبت تعادل. يا اخوي ايش تبغى بالفقر؟ فقر؟ انت هلالي؟ لا انا محايد. خل عمور يرجع من اصابته، هذا وجهي اذا شميت الدوري. شوف ولا لا؟ لا يا باشا ما فيهاش تلامس. هو في ايه؟ ها شفت ايش قال؟ ما فيها اي تلامس. لا يا شيخ وانت ايش دخلت؟ قاط معنا. اقول راح جيب كوكتيل. الكوكتيل بيجيب تلامس. اجل جيب مانجا. المانجا بتجيب حرقان. الا بلنتي في تلامس واضح. في تلامس واضح. شف ها كلهم يقولون بلنتي. يا الزعيق انت وياه يا الطاقيه، ما فيها اي تلامس. ايه الفار ها اذكركم ولا خلكم ساكتين بس؟ تركي صباح الخير. على صباح النور طال عمرك. قبل ما تشوف ساعدك طال عمرك، ترى أنا جاي قبل 7:30 بس جيت أبصم لقيت الجهاز خربان، جو بيصلحونه ما على بال ما صلحوه بصمته وجيت الحين. طيب شو المطلوب؟ شو المطلوب طال عمرك؟ يعني أنا ما ودي يعني يحسب علي تأخير وبعدين يصير علي خصم آخر الشهر. أنت عارف إن النظام هنا البصمة بعد 7:30 يعتبر تأخير، غير الكلام هذا ما عندي. أنا أطلب الفار طال عمرك. هذا هو طال عمرك. طيب سرع عليها شوي. بالضبط طال عمرك، نفس التوقيت. تمام، الله يعطيك العافية حبيبي. الله يعافيك طال عمرك. ما راح نخصم عليك اليوم. معك حق، تقدر تفضل مكتب. الحين هذا وش نعطيه؟ هذا مباراتين و20,000 وقضينا. بالك لوب، وش هو له مباراتين و20,000؟ يا اخوي هذه مباراة واحدة وبس، ناظر 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 انت وياه، ناظر ناظر، ولا قطرة دم نزلت من اللاعب. خوش يعني لازم يخرخر دم علشان يتوقف؟ هذا لعب وحشي، لازم يتوقف 10 مباريات. وش الفرق بين اللعب الوحشي واللعب العنيف؟ الحين تسألنا وانت الرئيس. ارجع للائحة يا ابن الحلال وتعرف وش الفرق. اي لائحة؟ ما عليك مني يا ابن الحلال، مالي يقول لائحة يا رجال، ما يبي لها شيء. كوع مباراتين، داس مباراة واحدة، بزق 10 مباريات وقضينا. هم عصي هم عصي و60 معصي. الكوع اقوى من البزق. ايش فيك انت؟ اي كوع كوع. ارجع شيلوها شيلة الفوز الليلة، شيلوها شيلة الفوز الليلة، شيلوها شيلة والفوز الليلة، شيلوها شيلة سلامات عندكم هنا. سامي يا ابوي امرني. تستهبل انت؟ وش هالتجمعات؟ والله مباراة النصر بتبدا بعد شوي وما نبي مزاعك. ايه يا العابد بلا استهبال، ورا ما رحت مع الفريق للملعب. يا شيخ طير طير من فضيلك يا شيخ. قلبت فقراوي. الزعيم يبي يلعب بعد شوي، وبعدين ترى احنا قاطين حالنا حالك في الاستراحة، اوكي؟ والله مو بانا اللي مسوي جدول الدوري ها؟ وثاني شيء بنشوف المباراة كاملة ونتمتع بحمد الله وموسى، بنشوف استديو التحليلي كامل. هين انا اوريك، وانت شغلك عند الاداره. ايه الحمد لله بس. العابد يا رجل، هلا هو يقول الحمد لله بس. مش كنا قلب ولا شيء؟ ما ادري مشينا بس. اسمع يا تركي. سم. ابيك تكلم كل العيال، كل العيال يجون نتفرج المباراه هنا جنب ذولي الفقراويه. ازهلها طال عمرك، اصفهم لك كلهم هلاليين. السلام عليكم. كفو بسرعة. عطها اللي يسددها لمرر يلعب. عطها موسى، عطها موسى بن حلال. موسى 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 موسى. ايه ضاعت يا شيخ. حط 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 مباراة ثانية، خلينا نشوف هدفهم بسرعة. ويعانق أجواء الهلال. الله عند هذه السحبة باليمين. وهلالي في الصدارة وكل الأندية بعده. سيرى فيها أنها غادرت وأنها ستكون ويا هلال عزك عزنا. لو ألغي الهدف ألغي الهدف. ألغى. الحكم ألغى لكم الهدف، الفار لعب فيكم. العب بشكل العب هنا، العب هنا منتصف الملعب. وهذا اي صح عليك هنا. تاكيد مركزي بعدم وجود ضغوط، لكن حمد الله حمد الله حمد الله جول، حمد الله جول، حمد الله جول. على لقب الدوري حمد الله ياتي مع التهديف، ياتي مع التهديف الاول النصراوي. وممكن يكون في حديث اخر مع حكم الفار، لكن لا لا لا, لا يا شيخ ليه فار ليه فار دقيقه. ليش كذا؟ ما فيها شيء يا شيخ. اه والله ما فيها شيء. راح يكون الكلام ليش هذا الدوري كله فار فار؟ بماذا يا ميسيال؟ البولندي ميسيال القرار بالغاء الهدف. الفار طير الهدف. شينا يا عيال شينا. جيل جيل. ايش تسوي فواز اليوم؟ حرام عليك يا فواز. ايش قاعد تسوي؟ اوه المونديالي حقك؟ والله انكم غشيمين. لعبوا هبالة هبط كمانة، لعبوا هبالة هبط كمانة. وينك يا إتي؟ وينك يا محمد نور؟ وينك يا رضا تكر يا أسامة المولد؟ الطالب اللي كان ساكت صار يتكلم. يا هلا حلي وانت حماسي والفوز مطلب اساسي. يا هلا حلي يا ربان من عندها خسران. يا هلا حلي يا ربان من عندها خسران. والله انك مسكين مأساة مأساة نادي الاتحاد. الطيارة منتقلة عيش سلا. قول لي يا شاطر تهبط وانت حتهبط. قلع يا فقي. جلستنا هذه مخصصينها للتصريحات المسيئة من رئيس النادي. وش رايكم كم نغرمه؟ 20,000. مهبول انت مهبول. هذا رئيس نادي ما هو ظهير يمين. اقول وش رايكم كم نغرمه؟ نقول مثلا 100,000 ريال. كم نقول؟ علي انا ب 500,000 نص مليون. يا جماعة الخير انتم قاعدين تقدحون من رؤوسكم. يا جماعة الخير في لائحة يا الربع، وين اللائحة؟ اقول ترك اشغلت امنا بهاللايحه، كل ما طقت عصا اختها قلت لي لايحه لايحه. اسمع يا ريس، ما عليك من خرابيط اللوايح هذه. انا اقول تصك ب1,000,000 ريال عشان يتادب عاد يسويها ثاني مره. سبرايز. معليش اسف انا قاطعتكم ها؟ انا زميلكم في لجنه المسابقات. حياك الله. ما شاء الله تداومون انتم. ما غير انا وزميلي بس اللي نداوم. اما رئيسنا قاعد يحل مباراة بالامارات. ايه اي خدمه؟ بسالك اخوي بس به ملعب بالمذنب؟ احنا عارفين ان ملعب الجامعه لكم ومستاجرينه بفلوسكم، بس عاد يعني قلنا هالمره يعني تتعاونون مع اشقائكم بتخلونهم يلعبون فيه هالمره، ها؟ لانه زي ما انت عارف يعني ملاعب الرياض يعني كلها تحت الصيانه، فلو تكرم. الو الو. اسمع انا عندي فكره. انطلق ينتظر لهذا البيشي الكساندر. يا اخي حرام عليك. الاتحاد فريق مضروب. ايش هذا من بدايه الدوري هزايم هزايم هزايم. الحمد لله اني ماني اتحادي. السلام عليكم شباب. الان على الهواء مباشره وليس برتقاله مكسره. حاب اقول لكم انه في اتحادي كتوم تجرد من اتحاديته. انه هو عجل قم. لما ترونه الآن فريقه متزين. أتعلمون ماذا يعني متزين؟ متزين يعني فريقه في طرف الذيل. لو نسوي فريقه يهبط على طول. يا أخي حرام عليك ايش تبغى في حياتي؟ أنت لاحق وراي في كل مكان ايش تبغى؟ جول يا متزين. أوه يا هلالي أوه يا هلالي أوه أوه يا هلالي. أقول يا عامر حبيب قلبي ما تلاحظ إنك مطلعنا بتسين شوي قبلها بساعة؟ ترى الملعب حذفت عصا محيط الرعب. وش فيك أنت؟ إي والله إنك صادق حذفت عصا، بس تعرف عشان زحمة المواقف وكذا. الحمد لله على نعمة الزعيم. بعض الناس قلب كدادة لأن ما عندهم ملعب خاص. ايه كثر. ايه والله مسح يلا مشينا. لا يعني حضرتك في شيء نوع معين بدك اياه؟ ماركه معينه ستايل معين؟ لا ما ابغى يعني حاجه معينه. ابغى نظارة ضد الأشعة البنفسجية. أنت دوامك ميداني. يا سيدي عندي إلك نظارة شمسية إذا بتلبسها ما عاد تشوف الشمس بحياتك. هي. أنا مو ميداني. أنا اتحادي وممكن نلعب في العصر. يا لطيف. طول بالك يا زلمة طول بالك. يا سيدي والله أنا آسف إني جرحتك وإن شاء الله لا تبكي. يا سيدي تفضل خذ هي إلك وهي كمان هي 3 إلك هدية بس. خلص روق. شفتك عرفتك كشفتك جاي تشتري نظارتك؟ يحق لك مأساة أشعة شمس وحر وقرف. يا أخي دعموا جاكم. رئيس نادي غيروا لكم، إدارة غيروا، لعيبة غيروا، إيش بقى عندكم؟ نغير لكم الشعار؟ نغير لكم الجمهور؟ يبوي ايش تبغى في حياتي انت؟ اطلع من مخي، كل مكان اروح تجي ورايا، دحين انت مو اهلاوي؟ روح تابع فريقك، فكنا من وجهك حبيبي. مو شغلك نادي الاهلي، بعيد على شنبك الاهلي. انا شغلي الشاغل نادي الاتحاد حقكم بقى، المونديال حقكم، ابى اتفرج عليكم وانتم تنهزموا. شغل الشاغل الاتحاد حقك، قاعد لكم ما فيها شيء الحركه. خل اشوف الحركه وبعدين احكم. بس ما فيها شيء، ما في. سوها سوها، ورا اقنع. الموج الازرق جاكم، الموج الازرق اللي فيها بخطاكم. شف شف، ما فيها شيء، ما فيها شيء. اقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يخوف الاطفال ولا ينامون في الليل. بسم الله. لا لا لا، اجل لازم يتعاقب. اذا بتعاقبه عاقب الحارس بعد. وشو مسوي الحارس؟ شف اللائحة وش تقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. خلصنا من ذا الدب، تجي أنت الحين يا الريس تقول لي لاحة لاحة. يا حبيبي يا عميد، يا حبيبي يا مونديالي، يرحم والديكم يرحم والديكم، رجعوا لنا الصدارة. دحين عميد، دحين مونديالي، حترجع الصدارة لا تخاف. حبيبي هذا متذيل الترتيب، ايش اللي حركات دهن السير هذه عارفها، انا عارفها. ان شاء الله حمد الله يجيب 3 اهداف. سري لك قال لك 3 اهداف انت اليوم فهد والعين الرايقين، حتجيب الصداره لكم لا تخاف. عامر تدلل فلها اليوم، انت في الاستراحه احلى شاهي لعيونك، تستاهل. كفو، حسبي الله على زوران اللي وصلنا للحاله ذي. اسمع يا شكش، نبيكم ترجعوا لنا الصداره اليوم، واذا ما قدرتوا على الفوز عادي تعادل. ما شاء الله الشباب مجتمعين. اجل ها، الدوري محسوم يا حبيبي انت وياه، الدوري نصراوي غصب على ذا الشنب. ايه اركد في ديتك بس، تعال تفرج الليله حفله. البيشي استلام، مره بمهاره، مره البيشي السريع. لا لا يلا بيشي، مره بمهاره، مره البيشي السريع، مره البيشي لعب كوره خطيره امام المولد، امام المولد. الله الله الله، ما في دوري. ايوه اي ام سوري، ما في دوري. سيارة سيارة ياهو، مرابط مرابط، والتي ما هو بهابط، والتي ما هو بهابط. سيارة سيارة، والتي ما هو بهابط، والتي ما هو بهابط. الفوز للاتحاد والهلاليين فرحانين، والنصر زعلان على الاهلي. أنا ما فهمت حاجة. انطلاقة سانوكو، سانوكو الهاتريك. يوم صفر يا حكم، صفر. في أحضان فواز القرن، هي 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 اللحظة التاريخية لجماهير العميد، لجماهير الاتحاد التي تعلن عن بقاء الاتحاد رسميا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم القادم. مبروك من الأعماق للاتحاد وجماهيره. ألف مبروك، ألف مبروك. أيوة ألف مبروك، ألف مبروك. أيوة ألف مبروك، ألف مبروك. أيوة ألف مبروك، ألف مبروك. الله يبارك فيكم يا حبايبي، والله احرجتوني، انتوا احلى اصحاب في الدنيا دي كلها. كلنا اليوم اتحاديين، مستحيل نستمتع بالدوري بدون العميد. يلا ما يهبط عميد وهذا جمهوره. تدرون يا شباب، والله نادي عظيم يجبر الخصم انه يحترمه ويرفع له القبعه. ان شاء الله السنه الجايه تباركوا لي بالدوري. ايه اركد في ديتك، اشوفك فليتها. امزح امزح يا عيال. فين عزوز؟ شكوش حبيبي، انا الايام دي كلها قاعد امزح معك وطقطق معاك، بالعنية قاعد انرفزك. والله والله ما عمري كنت اتمنى دوري ما في له اتحاد، وما عمري كنت اتمنى ان الاتحاد يهبط. بالله انت مو فرحان اننا ما هبطنا؟ والله لا. شوف صبغت شعري اصفر واسود عشان تصدق ان انا احب الاتحاد. وطن 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 نادي الوطن اتي، وطن 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 نادي الوطن اتي، يا موطني والاتحاد هذا العميد، نادي الوطن هذا العميد. الوطن جحفلي 119 راحت عليكم راحت عليكم جحفلي راحت عليكم جحفلي ما لومك يا عم الجحفل اتحداك. ورا ما تنقر عندها اقسم بالله لا ادعسك واكسر نظارتك، تفهم ولا ما تفهم انت؟ تنقر من هنا والله العظيم لا شوز تنقر من هنا. تفهم؟ جعفري 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 كفاك. اما الهدف الثاني اتحداك يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. خير ان شاء الله. ليش نص الفصل غايب؟ ايش عنده ذا الفقراوي حاضر؟ قل خيرا او اصمت. ما تلاحظ يا استاذ ان النصراويين اليوم غايبين؟ لكن هذا مو بعذر. الا عذر، عذرهم انهم متجحفلين. اسكت اطلع برا. ايش فيك؟ اطلع برا يا ابوي اطلع برا اقول ترى دائما اقول اطلع برا دائما تكون سكور اقول اطلع برا اطلع انا اوريك. السلام عليكم. عليكم السلام. بصراحة ابو صالح في مشكلة صغيرة ودي اقترحها عليك. تفضل. بصراحة التعصب الرياضي زاد عندنا، وأنا أقترح إضافة حصة نشاط لتهذيب الشباب وتقليص من حدة التعصب. لا يا أستاذ، خلينا في مناهجنا، وليتك بحملك تثور، ليتك تخلص المنهج حقك. بس يا أبو صالح لا بس العفل. ولا غيره، أصلاً جايك ظرف من الإدارة. يا رب. تفضل. مستحيل. هيا أبو صالح هيا تجحفلت؟ يا جماعة هدوا النفوس وسعوا صدوركم وش فيكم؟ احنا كجمهور برشلونة طبعا يعني احنا نفكر طبعا احنا نطور فريقنا خارجيا وداخليا في اسبانيا وراكم انتم. اسمع كفتة اذا ضبطت الموضوع ابشر بعزك. اقول لك متى تعطينا الحساب حقي؟ اي حساب يا ابن الحلال كله 50 ريال، تعال للاستراحة بالليل اعطيك اياها. اقول لك قبل 20 ريال اسحب بيهم بنزين. طول عمرك مطفر يا كفتة. لكن خذ هذه 10 ريال ضبط امورك والباقي اعطيك اياها في الليل. ياهو ما هذا؟ انت ايش تكب لي ب10؟ خذها كبه. احمد ربك يا رجال 10 ريال توديك للشرقيه. مو توديني الشرقيه. ان اهم شيء علينا الوقوف في وجه الهلال عشان ما ياخذ اي بطوله. تفضل يا سيدي. ابغى اعرف انت تشجع النصر ولا تكره الهلال ولا ايش تسوي في حياتك؟ ارس على بر يا اخي. انت اسكت انت. اهم شيء تسددون الديون اللي عليكم. على دغلتي مفتوحه قلم ميزانيه مفتوحه. قوم يا عاد يا طحلبي. واو يا واد كابتن. هذه يا ابشر روح لبيت ياسر. شعب عيني بنزين هذه بيت ياسر. ها لا ترفع صوتك. تفهم ولا ما تفهم؟ ها لا تنفخ. تبيها خذها ما تبيها بكيفك. اقول لك هبلي 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 هبلي. اقول لك لا تنفخ لا تنفخ. اقول لك شبلي روح الشرقيه يا اخي. ها مو بك. يلا توكل على الله اذا ضبطتها تعلي في الليل. اوكي اعطيك الباقي حبيبي يا كفته. اصلا البنزل فل وانا شامل مستقبلي. وي وي. يا جماعه انا صح ما احب ريال مدريد، بس برشلوني انا اعشق برشلونه، بس ما ركزنا احنا على ريال مدريد يا رب يخسر وما ادري شلون وينهزم ويا رب. لا يا حبيبي حنا يا ابويا انت تسكت انت ولا كف براطمك ورا الحين. العالم. السلام عليكم. عليكم السلام. ارحب بزقرت. هلا يا عيال انا جاي اقول لكم اليوم مهما صار بيني انا وخويي ياسر نظل اخوان وبيننا عيش وملح، وانا جاي اليوم واقول له انا اسف واتمنى انه يقبل اعتذاري. بصراحه يا عامر ترى كنت تزودها حبتين شوي. خلاص يا ابو لبيب ابو لبيب ابويا ابو بعض. خلاص يا ابوي ايش فيك؟ خلاص خلاص سامحك. برافو الولد اخلاق. كفو يا الذيب طول عمرك قلبك كبير. جحفلي 119. شفتوا هذه حركاته؟ والله ما اقعد ما تجيني. شوف حركاته ذا ليش يخسر بس؟ مسكين يحزن. والله ما ارجع الاستراحه لين يفوز النصر. اتحداك. والله يا عامر انك قصبت جبل ودمرتها كمان تدمير شامل. بلا قصف بلا ايش فيكم انتم قاعدين تسمعون بالتشجيع انتم. لكن شفت تدري شلون؟ الحمد لله ماني بلمكم ماني بتابع دوريكم ولا غثاء ولا الفلسفات اللي فيه. اسمع 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 شوف الخرده ده اللي قال لك متكي في اوروبا شعره كده ازرق وعيونه خضر تشجع الدوري الاوروبي عشانهم كفرنجه وعشانهم كده حمارين وكناتيش، لكن ما تشجع المدينه ما عندك وطنيه رمه. اقول يا عبسي اعقل انت والمومياء اللي بجنبك هذا. بعدين يا عامر الله يسامحك تراك شبيت على الرجال خلاص يا ابوي روق خله يستاهل. يعني لو فاز النصر ما بيطقطق علي جحفلي. تلعب الكرة عرضية ليما يا ربا يا حبيبي يا نصراوي سمعني العالمية صعبة قوية العالمية صعبة قوية بينية إلى الميدة على الجهة اليمنى معاه الدفاع يغطي ولكن الميدة يحاول خرجت بلنتي الحكم يحتسب ركلة الجزاء الكورة اصلا نسيبوا اللاعب مسكها. لا يا شيخ وش عرفك انت بالانظمه والقوانين؟ لازم تطلع بكامل محيطها يا ورد. يا حبيبي انت عرف بالانظمه والقوانين انت يا ابوي، شوف الكورة واصله اللوحات الاعلانيه يا ابوي. تستهبل انت وجهك، هذا حكم دولي. يسدد على يسار الحارس يا رباه. يا حبيبي ما راح تفوزون وما فيه عالميه ابدا، شلها من مخك. والتوفيق للاخوان الاهلي الاماراتي من حرمه توجس يا ورع، لكن تدري شلون؟ بنروض اسيا وبناخذها ونترككم البطولات المحليه، مش كره القدم كره السله. يلا تلعب الركنيه سريعه راسيه يا رب يا الله هدف ولا اروع. هذا هو خط الاستواء. طبعا الدول التي تقع داخل خط الاستواء تكون بالاغلب حاره ورطبه، ولو طلعت برا الخط راح تكون بلنتي للهلال. السلام عليكم. لحظة وقف. ايش فيك انت وياه؟ يا رباه مستحيل. سلام. قال شايف كفته الفقيده ماشي معاه سحب علي يا ابوي. خلاص انا الاقيها من الفقراويه ولا منك انت كفته؟ بس ياسر اداك درس محترم. اركد في ديتك توك ما شفت شيء. ما بقلاها يدرسني ذا الفقراوي. فين حتشوف مرة اليوم؟ في الكافي. واتمنى انه يجي ياسر علشان نفوز واطقطق عليه. ما حيجي انت عارف لانه فريق النصر ما يلعب. يا حليلك بس. النصراوية يشجعون أي فريق ضد الهلال، قطري بحريني ياباني كوري، أهم شيء يخسر الهلال. المطلوب منك يا كفتة تسوي كل اللي أقول لك عليه، إذا نهز من الهلال وطلع من آسيا. كم تدفع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت كل حياتك فلوس فلوس فلوس، ما في أمل تخدم أخوياك. أقول لك أنا جيبي هو صديقي وبس. نواف العابد معاه الكرة بينية رائعة إلى الميدة ولكن الكرة تنقطع من الدفاع. دفاع الاهلي الاماراتي المباراه برد يلا يلا برد الله يا عمر صاحبي برد شبع برد عصير عصير يا خلاص انت قلت تزعجني عصير برد هذا حدكم واليوم نهاية حلمكم يا الانسيارية. ادواردو يلا يتقدم ادواردو يا رباه. الله عليك يا ادواردو. يا هلال يا هلال يا عيال بنلعب النهائي وغيرنا بيقعد يحفر في المحلية. اسطى يلعب سريع، الاسديري يخلصها تتسدد، يا رب جول يا ابوي، صح عليك يا ابوي، ريح استريح، قاعدبونا يا اجي، قاعدبونا يا شبوب، متى توصلوا؟ من اول قاعدين نستناكم ما وصلتوا. حس يا سالم، حس يا شيخ، حس حق ايدك يا ابوي، حتبلع. يعني كل سنة لازم نطلع من آسيا؟ والله ما صارت حالة، ما صارت. لازم يقولون المدرب والرئيس يستقيل ونص اللعيبة ينهون عقودهم، خاصة سالم اللي ما يحس ذا. الحين أوريك بتويتر. نطالب الإدارة بالتحقيق مع سالم، لأني أشك أنه متفق مع أيادي خفية لخسارة النادي. هلا والله، هلا بك اكثر. صاحي انت، والله انك بتروح فيها بتغريدتك الاخيره ذي. اي تغريده يا ابو؟ تغريدتك على اللاعب سالم، والله احس انه بيشتكي عليك اليوم قبل بكره. اركد بديتك، اما عاد اللاعب بيهتم فيني، اتحداك يا شيخ. النشبه ذا يبيك، النشبه ذا يبيك، النشبه ذا يبيك، النشبه ذا يبيك. ايش ذا الرقم الغريب؟ النشبه ذا. هلا انت عامر؟ ايه معك عامر. معك قسم الشرطه. محامي اللاعب سالم رفع عليك قضية سب وقذف، نبغاك تتفضل عندنا في القسم. اتحداك يا شيخ. احمد ربك الخوية جاك يا فلك، والله كان نمت عندنا الليلة. عموما اللاعب تنازل عنك، عن الحق الخاص طبعا، والحق العام راح نتواصل معاك فيه. بس انتبه على نفسك، وانتبه من التعصب هذا، شوف وين بيوديك، ترى ما يوديك الا بداهية. تقدر توكل على الله، تفضل. الحمد لله اني طلعت. انت لو تذوق العدس حقهم الحال عقوبه، بس بيض الله وجهك انك كفلتني وطلعت. ايش دعوه يا صديقي، ترى احنا اللي فقدناك. الله يعطيك الصحه والعافيه ولا يحرمني من خوتك يا ياسر. امين يا رب. تصدق سجنك هذا ترى مو انت اللي متضرر، ان اللي متضررين يا اخي، فقدناك. عامر يرحم امك، حس يا اخي، حس يرحم امك، حس فينا. والله ما اخليك يا ورع، تعال. حشد جماهيري الليلة، ليلة غير عادية. يا رب نفوز اليوم، يا رب نفوز اليوم، نتصدر الدوري من غير ولا هزيمة. ما معك أي صدارة، وإن شاء الله ينهزم الأهلي. وزيد الصبر زيد. ما زيد؟ زيد ذا أخو ذا يبيع فصفص في الكرنتينة. أقول عطاقية طلعت. أقول أركض بدايتك بس. من فريق نادي الأهلي عالية، ولكن دفاع النصر يخلصها تدخل. فاول للسامة. ايش دخلك يا ابو صياح؟ كيف ايش دخلني؟ على الاقل انا اشجع الاهلي السعودي، ما هو بالاهلي الاماراتي يا ورع. يا بابا كويس انكم كل فريق يلعب ضدنا تشجعون، حتى فريقك الجديد هذا بينهزم من العالمي. تكفى شبكه تكفى. يحاول السومة، يتقدم، يلعبها ارضيه، يا جول جول، سومة سومة عدى الخصوم. ايوه كنت زخم التعادل بيه، لا تطلع العدد بيجي الحين. ها تفهم ما تفهم، خلنا نعطيك بس من تحت. طول العمر طول الدهر جدك كده علي وبحر، طول العمر طول الدهر جدك كده علي وبحر، جدة اتي وبحر، جدة اتي وبحر، جدة اتي وبحر. الاهلي الجهه اليسرى تلعب الكره وتستقطب الدفاع، تلعب ولكن هلا والله بالفاول. يا حبيبي ما راح توصل مرمى النصر، الحيطه كلهم فاهمينها، ما راح ينطون. انت نطيت ولا ما نطيت؟ هدف يعني هدف ان شاء الله. تراكم ماخذين المقلب. ها المباراه والثاني الفرص، السومه يتقدم يلعبها، الله يا ابوي جول السومه خطير. نط 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 ولا ما انت تعال تعال ايه فقراوي، تعال دقيقة، تعال تعال يمكن يتجحفلونهم. والله بالله جدة انتي وبحر كذا من الاخير يعني افهموها ان شاء الله، يعني والله كبير كبير يا معلمهم، انت قدها وقدود. يعطيكم العافية جميعا. اليوم أنا ما جمعتكم هنا إلا عشان شيء مهم. اليوم أنا أبغى أحذركم وأقول لكم إن ولا واحد من اللجنة يطلع في أي وسيلة إعلامية، سواء تلفزيون أو صحف أو حتى السوشيال ميديا. ما حد يطلع إلا أنا، وهذا طبعا من مبدأ الشفافية اللي أنا معروف فيه. لكن احنا مجتمعين اليوم لأمر مهم ولازم نتخذ فيه قرار. وش المهم؟ موضوع اللاعب عسيري. جيد، عسيري. اي صح، موضوع عسيري. هذه يبي لها تغريده. عسيري عسيري، شوف حيوقفوه حيعطلوه حيقبروه. ايه مو على كيفهم، واذا بيوقفوه يوقفوا امان حقكم. ابويا تترى عسيري حقك خليه يفتح. قل ما شافوا يوقفوه. اهدى من كذا يا عيال، ما راح يوقفونا، شغلهم اصلا بربس هذولي. تبون الجد يا عيال؟ والله يستاهل التوقيت. شوف اللي يتكلم، المركز الثامن. اقول راح اغير مباراة السلة بس. العسيري بنعاقب. اها، اذا بتعاقب العسيري عاقب امان. امان جاب العيد واساء الكيان كامل. جيد اللي تقولها. والاهم ما نترك الامر يمر بسلام. اللعيبة اذا زاد اهبالهم الامر راح ينعكس على الجماهير. بعد اللي تقولها جيد هذا. لحظة شوي بس، على اذنكم تليفون يرن. هلا وسهلا. وليد ابو بدر، يا هلا وسهلا. وليد الساعة 11. هلا وسهلا. اي يا اخوي، شرفني. انا يشرفني، انا عندي اضافات البرنامج. اي وعندي مواضيع اكشن وراح اضيف للبرنامج اكيد، وما راح تلقى احسن مني. مهم، ومبداها الشفافية اكيد. على خير ان شاء الله. فمان الله، خلاص انتم اجتمعوا وقرروا، وانا بروح احلق واصبغ، عندي شيء لقاء بكره في التلفزيون. فمان الله. تعال شوف هذا المهايت هذا، تعال شوف التعاد هذا، دخل ما ادري عنده ده ايش يقول. حنفوز لو بالدم، والله مهما كان الثمن راح يكون، راح نفوز بالدم، والله راح نفوز، يعني راح نفوز. استحي ايش بالدم وشوف المهايت ذاك. دحين ايش يثبت لك انه هذا الانسان اتحادي؟ هو ايش لابس؟ اتحاد هذا ولا ايش ده؟ شوف عقب لقاء البارح زادوا متابعيني 40,000. يا اخي الاعلام شاب علينا، لازم نقفل القضيه. والله جيد كلامك. وش تشوفون؟ يا استاذ الكريم، اللاعب العسيري قال بنفوز لو بالدم من باب بث روح الحماس والاقدام داخل الملعب. بعدين انا اشوف ان الموضوع ما يستاهل، خلونا نقفله ونحفظه في الدرج وخلصنا. جيد. اجل وزعها عندك في الدرج واحفظها. شبت عيال. يا عمي فريقك ما غير الهياط، بس لوك كلام من غير افعال. قوم يا واد. اقول لك سري، ليش ما وقفوا امان الان؟ مين امان؟ اقول لك بدايتك، خلي يقوم الاكشن. اخو سوبرمان، ايه اسمع، امان معانا ولا مو معانا فايزين ان شاء الله، مو زي هذاك اللي يقول بالدم على العسيري حقكم. ايش هو راح يلعب كوره ولا راح مجزره؟ يلعب كوره ولا مجزره ولا ايش كان؟ احنا افضل منكم، وجده انت وبحر. يا جده اهل وبحر طول العمر، طول الدهر جده كده اهل وبحر. انت وبحر، اقول لك انت وبحر. شوف انت وبحر. يا شباب اسمعوني، من اليوم ورايح الطابور هذا راح يتغير. الهلاليين هنا، النصراويين هنا، والاتحاديين هنا، الاهلاويين هنا، والشباب هنا. يلا سريع. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. بالله خلص لي هذه المعاملة لاني والله مستعجل. لحظة وش ترجع انت؟ هلالي. ونعم، عطني عطر اقول المعاملة واخلص لك كلام. السهلاوي بيتقدم في اخر. حلو، السهلاوي بيشوتها يا ابوي. يا رب تضيع. على منتخب الامارات، السهلاوي يتقدم يلعبها على يمين الحارس. عليك السهلاوي يا ابوي، ما يضيعنا الا الهلال يا ابوي. هذا السهلاوي تفهم الزلابه، زلابه في عينك، زلابه. اقول لك تزعجنا، هذا السهلاوي بيجيبها. ترى يا عيال وش الوضع؟ ترى كاس العالم قرب، نبي ندز هالروسي هناك نشوف نواف العابد وسلمان الفرج والعيال. يا الله يسمع منك وربي نفسي احضر، عاد تحضر كذا في روسيا ولاي تشوف لعيبه الاتحاد يحرز الملعب. قال ايش قال يحضرون؟ تدرون كم واصلت تذاكر المباراه؟ ب 2000 ريال، هذا غير السكن، غير التذاكر الطياره، غير الاكل، غير الشرب. طيب وش السوات يا عيال؟ ترى الوضع طفره. السلام عليكم شباب. وعليكم السلام. شو السالفة؟ نبي نروح روسيا نحضر مباراة الافتتاح، تاخذنا على حسابك؟ تبطون انتم وياخذكم على حسابي، بس اعرف واحد هو يقدر يوديكم. هو من ذا اللي بيسفرنا؟ الشيخ ابو بندر كاش، وبيسافر على طيارته الخاصة ترى، وباقي مقعدين. اجل احجز لي مقعد. وانا ثاني مقعد. يا ابو ياهد انا فين رحت؟ احجز لي مقعد. الشيخ ابو بندر عنده اثنينية من كل اسبوع، الليلة اباخذكم ووديكم عنده. كفو يا تركي. ارحبوا ترحيب الحياه، مرحبا مليون، ما زيد مع السمن الا عسها. هلا هلا طال عمرك. طال عمرك، يعني انا جايب لك اعز اصدقائي. ابيك الله لا يهينك، يعني تتوصى فيهم، تعطيهم اهتمام عند ابو بندر. على نخرتيته، والله ما عندهم الا مثل اخواني، هيا تفضلوا، مرحبا مليون. اصا اقعدوا. طال عمرك، عند ارتفاع درجة الحرارة السطحية المتوسطة في الجو مع ازدياد ثاني أكسيد الكربون الميثان هو صاد وازدياد بعض الغازات في الجو يؤدي إلى ما يسمى الاحتباس الحراري هو صاد. يا عيال وش الوضع؟ هذول شكلهم ما لهم بالكورة، لا يكون تركي مقلبنا. بس نشكر الدكتور على المحاضرة القيمة، والآن مع الشيخ أبو بندر، تفضل طال عمرك. مساكم الله بالخير، يعطيكم العافية جميعاً لحضوركم الكريم معنا لهذه الليلة. طبعاً الجميع عارف لأنه كأس العالم على الأبواب، والمنتخب ضم خيرة من اللاعبين من أغلب الأندية. للأسف هذه العقليات اللي حركها إعلام المتعصب وإعلام الأندية. صدقت يا محمد يا مفلح. لبي عشر. سجل محمد معنا في رحلة روسيا، اللي مثله لازم يكون معنا في السفرة. مشكور طال عمرك. يا عيال هذا أخذ مقعد، خلنا نلحق عليه قبل ما تروح كل المقاعد. يلا. أهنيك يا أبو بندر على كلامك البطل. استرح يا مفلح. ألا أنت وش اسمك؟ اسمي عامر، شاب أنبض التعصب والمتعصبين ولا أحبهم أبدا. ما شاء الله عليك. الا ما قلت لي وش تشجع يا عامر؟ انت وش تشجع اول؟ قل لي، انا سالتك اول. بصراحه انا هلالي بس غير متعصب، حتى اذا جاب الهلال هدف على النصر ما افرح، مراعاة لخوي النصراوي ونفسيته. صحيح الكلام اللي قاعد تقوله؟ هي صحيح، واذا ما انت مصدق اسال خوي النصراوي موجود هنا، شفه هذا هو. ياسر سم، هالحين احنا جالسين بالاستراحه، اذا جاب الهلال هدف على النصر وانت موجود وش اسوي؟ يزعل ويتضايق، كل هذا عشان ما يزعلني، وانا بعد يوم رقع الهلال من اوراوا طلعت من كل الجروبات وجلست اصيح. صدقت؟ ما شاء الله عليك. اقول مفلح لبيت، اقول سجل الاثنين هذول معنا في رحله روسيا بدال اللي خليناهم يذلفون. على نخرتي التاه. يا طويل العمر، انا شاب اتحادي واكره شيء عندي في الحياه التعصب، حتى الهدف اللي اهلنا روسيا كنت اتمنى يجيبوا اي لاعب غير فهد المولد. انت لازم تكون معنا في سفره روسيا. مفلح لبي عشر، ان قلت واحده كذبت فيها. سجل هالولد الوسيم معنا في رحله روسيا. على نخرتيته. سلامتك، لا يكون بتروح معاهم روسيا. الله يسلمك، لا ابد، التهاب بسيط ما يضر. يعني رايح معهم روسيا؟ اي بروح اكيد. ايش رايك؟ تخفلت انت، عندك التهاب، بتروح روسيا في البرد، درجة الحرارة 50 تحت الصفر. اوف. طيب شو اسوي؟ ابو بندر بيروح بعد روسيا شهر كامل شرم الشيخ، روح معاه في الجو الحلو احسن لك، ترى ما ياخذك معه سفرتين. لا شرم الشيخ احسن. يا ابو بندر سم، يا ريت تعفيني من سفرة روسيا، صارت لي شوية ظروف. كان قلت من اول الله يهديك، توك تقولها الحين؟ هذا وقته. وهو صادق، ورا ما قلت من اول، توك تقولها الحين. يا طويل العمر، خذني مكانه. ومن هو انت علشان تروح مكانه؟ انا كفته بالكفاتة، انشر الفرح والسعاده في الاستراحه. كفته ممتاز ويوسع الصدر عندنا بالاستراحه، اعرفه زين. يا مفلح، سجل معك، 1 كفته و2 طعميه. تفضل تفضل، يلا حية مرحبا مليون. هذا الجناح الملكي في أعلى دور حسب اللي طلبت. الله يحييك. الكديش هذولي ما أبي واحد منهم يسكن معي في نفس الدور اللي أنا فيه، سامع؟ شوف لهم أي مكان إن شاء الله، لو لقيت لهم غرف في البدروم سكنهم فيها. في الدور الأول ينفع لما أخذه؟ إي زين، سكنهم فيها ويخب عليهم بعد، لكن أهم شيء أنك تفضل الغرف من الأغراض. على نخرتي ته. لحظة، وين بتروح؟ في شايب يجي من السعودية، إذا وصل للفندق معطيه اسمك، أول ما يجي يسأل عنك تاخذه وتسكنه في الغرفة مع الشباب وعامر، سامع؟ على نخرتي ته. عطنا مفاتيح الغرف، نبي نروح نرقد تعبانين. عدوا اجلسوا هناك وبجيب لكم المفاتيح، حنشيك على الغرف. أبشر. وياك يجي نواصل الأرجنتين. خير أبو دا أرجنتين، منتشر ده سهود ربيو. تو ميسكم يا ذاكوا يدشي. ربو دا ميسي ده الله، ربو دا ميسي كوي. يا عيال مو بذا كانوا. منو كانوا؟ لاعب نيجيريا. إلا والله كانوا. عادي نتصور معه؟ إيه عادي، بس خلنا نسأل مدير أعماله. اكسكيوز مي. من اللي يوفر ميكوجسو؟ بكتشر كانوا نو بروبلم. ميكوجسو. وشو؟ تفلقنا تفلقنا. لا تنفع. ولا قطع وغني. بيجي. من اللي؟ ليبان وانا ماسك سو ميا فروه مبانا اللي ماخذ الفروه شكش اللي ماخذها ومعنا احد المسنين الذين تكبدوا عناء السفر. ما هو شعورك يا عم وانت اليوم في موسكو؟ الله يسلمك يطول في عمرك. اوه يا المنتخب، الله يعلم الله اني جايب من اقصى 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 الرياض علشان اشجع هالمنتخب. الله يعطيك العافيه. كل اللي يحب هالمنتخب الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. بس عساه ان شاء الله نترجى من الله ان شاء الله انه يبيض وجيهنا ان شاء الله ويفوز ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ايه يا الاخبار، ايه بيب بيب. حياك الله. Dobro večer poštovani gledaoci. Dobrodošli nazad u studio. Mi i dalje izveštavamo sa svetskog prvenstva 2018. godine. Sa nama su u studio ruski i brazilski fan. Što vi думаете в первый матч, opening match Россия в Саудовской Аравии? Я думаю, что для российской сборной это будет самая несложная игра. С легкостью обыграем 5-0 как минимум. Надеемся. Спасибо. What about you? What are your expectations Brazil Switzerland? We're going to win for sure. We already have 5 World Cups, so this will be a piece of cake. Thank you very much. Good luck to both teams. مشينا يا عيال. Excuse me. No problem. قرقرتي فيه. Welcome. Hello, hello. شغال. Not problem at all. We love new guests. Where are you coming from? Saudi Arabia. Oh, welcome. So, what are your expectations for the new match? Saudi Arabia, Russia, opening match. والله يبي نصككم في مباراة الافتتاح، خل عنك بس. نواف العابد بيجيب 3 أهداف. إيه محمد السهلاوي وين راح؟ وفهد المولد فين راح؟ Thank you very much for your time and good luck. وأيضا معنا أحد المشاركين، تفضل تفضل. ما هو شعورك اليوم؟ عيال، قناة سعودية. أنا جدا فخور بمنتخبنا وإن شاء الله يفوز لنا. كم تتوقع نتيجة المباراة الافتتاحية؟ يعني بإذن الله 3-0، بإذن الله 3-0. يا عيال ما لها داعي، اثقلوا اثقلوا لا تفشلونا. صادق. يحيى الشهري راح يجيب هاتريك باذن الله. مباراه فهد المولد حيكون قوي. ممكن اغنيه صارحين يا خالد عبد الرحمن. معليش هذول مشافيح ما تعودوا على الشهره والفلاشات. هذا جانب من الجماهير السعوديه الحاضره. اي سعودي سعودي ارابيا 8-0 8-0. وش يقصد ذا؟ هذا الماني يقصد مباراتنا معاهم في 2002 يوم غلبونا 8-0. ايه لا تهايط، الميدان يا حميدان ترى اللياقه تطورت. محمد انا اخو محمد، تاخذ غرفتك انت ومشبب وظافر ومعدي. ما قصرت. وحنا غرفتنا وين؟ غرفتكم عيلوها ته، خذوا معكم الشايب ذا. يا عيال في جاكوزي. يا ابوي خليك من الجاكوزي، ما في الا سرير واحد، كيف حنام؟ اسمع انا ما اعرف انام الا على سرير ولوحدي. طرار وتشرد، اسمع على شحب، فطوركم وغداكم تحت في المطعم. وهذا عشاكم. اما عاد بسم الله الرحمن الرحيم. شو السالفة؟ يا شباب السرعة، الفطور المجاني، الله يجعلني اخذ ذنبكم. خرجنا ذا المنسم. ابلعت وياه. خلاص جايين، روق يا ابوي. يا عيال كيف النومة؟ انا ما نمت كويس. اما انا نومة أليمة يا عيال. يا ابوي كيف قدرت انت تنام على الارض؟ متعود، اذا انكرشت من اهلي اروح انام بالملحق على الارض. اسمع من بكرة بنام فوق السرير، شوف حل مع الشايب هذا. اوف فين راح؟ يمكن راح يلحق على الفطور المجاني، لكن استح على وجهك يا شكش، رجال كبر جدك وتبي تنام مكانه. طيب يا عيال الوضع جوع، خلنا نروح نلحق على الفطور المجاني. صباح الخير طال عمرك، كيف كانت نومتك لا ماخذه؟ صباح النور، ها بشرني كيف الامور؟ كلها مزركشه، والشباب يفطرون تحت. أجل لا تنسى توزع تذاكر مباراة المنتخب على الشباب الليلة. على نخرتي ته. برتغال 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 برتغال. Yo soy español español español. Yo soy español español español. أوه يا سعودي، أوه يا سعودي، أوه أوه يا سعودي. Where are you from? Saudi Arabia. مرحبا بابو يا ابويا. يووي والله حظكم عندكم كريستيانو رونالدو، ما في الا مرمطه في البرشه. انا في جده اشجع الاتحاد، جده انتي وبحر، معلوم انتي؟ I don't understand you. What were you saying؟ يا ابويا المونديال ياهو، محمد نور فهد المولد ما في الا دعس ولعب. ايش قاعد تعملوا؟ هيا خذ لك. هلا والله بالمغرب. هلا بأهل السعوديه. عاد انتم معكم ايران، لا اوصيكم. بس وين بتروحون من اسبانيا والبرتغال؟ وانتوما حرجكم حريره، شنو غديروا مع مصر والاورجواي وروسيا اهل الارض والجمهور؟ ها؟ وش تقول انت؟ يقصد ان مجموعتنا قويه، وشلون نفوز على الفرق الباقيه؟ لا يا شيخ، نسيت هدف الاسطوره سامي الجابر فيكم. الله والهدف يا بلنتي تراه في النهايه. اقول لا تغلط على الهلال. هلال يا عم. للنخاع. كفو، الظاهر ان لسه سامي الجابر مشارك في 4 مونديالات. يا كوي ناسي ولا اذكرك سنتر 8 مرات مع المانيا. بس انت وهو انتوا في النهايه اخوات. ليش شايفنا منيره وحصه عندك؟ يا عم مش قصدي كده، قصدي ان انتوا اخوان يعني. عشوه اخوان حنا اخوان. يا عيال مفلح قاعد يوزع تذاكر مباراه المنتخب بالغرفه اللي جنبنا، فلوها يا عيال. حيو السعودي، حيو سعودي ما في زيه، حيا السعودي، حيا سعودي ما في زيه. ان شاء الله يفوز المنتخب كذا ويجيب 3 اهداف، 2 المولد وهدف اي واحد مو مشكله. قال ايه؟ قال توثيق بطولات. اجل الاتحاد يا ابويا اللي متاسس من قبل ما ينولد جدي 33 بطوله ياهو. يا رجال طير، لو الهلال بنفسه هو اللي موثق ما حطوه كذا. اجل النصر العالمي 23 بطوله. دحين ايش دخل عالميه يا ابويا؟ حتى الاتحاد عالمي. بعدين انتوا لكم سنين غايبين عن البطولات، يعني اكيد مجموعكم 23 بس. بس اسمعني زين وفتح اذانك معي. ها النصر اول عالمي في اسيا. المطلوب يضربوا العالميه حقتكم دي في 10. هيا اسري انت اللي تسري وانت كمان تسري. المشكله مشكلتنا احنا يا اخوان، قلعة الكؤوس وما عندنا الا 31 كاس بأس. كثير عليكم لان كل بطولاتكم كرة ماء، كرة طائرة، وكرة القدم كل 30 سنة بطولة. معقول يا شيخ اسكت، فرحان بال 23 بطولة دي؟ وافتخر بيها، ترى أكثر من جمهوركم البطولات دي. على الأقل الشباب ما قد انصقع الستة وانسحب من قدام جمهوره. أقول لك شوف أنت ما بقي لك إلا كم يوم وتموت، موت وأنت طيب. ما كسبت ولا قامة. وهلالي في الصدارة وكل الأندية بعده، وصدارة بس. أيوة صدارة بس. أيوة هلا بالعيال. صاحب الزعامة والفخامة والأكثر بطولات بكل تواضع، يمسيكم بالخير. إيه من الحين أقول لكم ما أنا بالسياح، عارفين كلامكم اللي بتقولونه، لجنة الحكام، لجنة الانضباط، كلهم هلاليين، خرابيطكم هذه وفروها لكم، أوكي؟ أول شيء أنت تقول مساء الخير، مساء الزفت عليك، وأنت أسري بناديك نادي الحكومة. أيوه بنقول الكلام المكرر يا أبوي لأنه حقيقة. الله يخلي لكم أبو زندة والدخيل وباقي الحكام. يا رجال خلهم يستانسون، 6 سنين ما جابوا الدوري يبغوا يفرحون فيه. صدارة بس. أيوه صدارة بس. هسا خلونا نشوف البرنامج. يا هلا ومسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج ادعس يا دوري. معنا ابو غيداء ومعنا ابو صقر. نبدا مع ابو صقر. انا اقول يا ابو بدر من الاستخفاف بالعقل الاعتراف بهاللجنه غير شرعيه، مجموعه بزارين متعصبين كان كل هدفهم بروزه نادي الهلال واجحاف تاريخ بقيه الانديه الاخرى. بزارين والله يا ابو بدر، بزارين. اجلد يا ابوي، اقوى يا معلم. ليش بزارين؟ انا اراها لجنه شرعيه شكلت من الهيئه العامه للرياضه وهي جهه رسميه، والاتحاد السعودي لكرة القدم بموافقته هو أيضاً جهة رسمية. الاتحاد السعودي مش السلفادوري، مش الموزمبيقي، الاتحاد السعودي لكرة القدم هو المعني بإحصاء عدد بطولات وإنجازات الأندية السعودية. ليس من مهمة هذه اللجنة إعطاء النصر أو النادي الفلاني أو النادي العلاني أكثر مما يستحق لكي ترضى. شوف تغريداتهم بدر، شوف تغريداتهم. مش مهمة التغريدات، المهم العمل الأرقام. عملهم غير منطقي وغير قانوني. توهم يلا خطط اجنابهم ويجون يحصون تاريخ انديه لها عشرات السنين. ملينا يا ابو بدر، ملينا. الغير منطقي والغير قانوني هي البربشه اللي قاعد تقولها. انا اراها لجنه موفقه وبرافو. اجلد فديتك. تعال بالله عطني دجاجتين بخاري مع الرز وتوصالي في الرز البخاري. ايه لا عطهم هم حبه بخاري وحنا نبي حبه على الفحم ورز ابيض. خل كل صحن الحالة. انضغط. بس والله ياسر اهنيك على الاوردر، طرب محترم وترتيبات دنيئة. يا حبيبي الهلال الزعيم اكثر نادي محقق بطولات محلية وخارجية، شئتم ام ابيتم. بس للاسف حتى فاول في العالمية ما لعبتوه. ترشيح ترشيح يا جماعة، ترى يدري. أوي يدرون فشلتونا والله. شغل مكاتب شغل مكاتب. لا باس. أنا أول مرة أشوف فريق يقوم الصبح يقول روحوا كأس العالم. ترشيح. إيه ترشيح. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. معكم أبو نوف مدير أحد القنوات الفضائية. الحقيقة أنا ما ودي أتطفل عليكم لكن شدني حواركم المثير، عجبتوني والله. ايه امرنا ابو نوف، تبي سلطه مطحون بصل؟ ابد الله يسلمك الخير واجد، انا قصدي ودي اتواصل معكم، انا ما غسلت يدي بس هذا الكرت حقي تاخذه. ابشر. تتصلون علي الليله علشان يصير بيننا اجتماع. اجتماع بخصوص وشو؟ كل شيء في وقته. ابي اجوبه صريحه وواضحه. لما تكون في نقاش رياضي حاد وتبي تنرفز واحد نصراوي، ايش تقول له؟ جحفلي. تقول له جحفلي من يوم ما تجيب طاري 119 جحفلي تضيع علوم النصراوي ويدور حبوب الضغط. طيب والاتحادي؟ الخمسات والاربعات. اكره مع الاتحادي انك تذكره بنتائج مبارياته، خمسات واربعات. العالميه طال عمرك لهم سنين وهم يفحطون عليها ولا جابوها. نيشيمورا وسيدني، الكلمتين هذه يا ابوي سم في قلب الطواقي. الصومه طال عمرك من غير يسار ولا يمين، الصومه متعبه العالمين. اقسم بالله قول صومك كأننا قول جرثومه. وهذه العزومه بمناسبه توقيع عقودنا، الف مبروك. الله يبارك فيك، وترى تونا باول سلم النجاح والجاي اصعب. طيب بعد هالعزومه دي وين بنروح؟ نروح بيوتنا. اي بيوتنا؟ دز الاستراحه العيال هناك. استهبل انت. ايه خلاص يا حبيبي، الحين حنا محسوبين على الزعيم، شلة حسب الله هذولي ما نمشي معهم. ومن اليوم ورايح لازم تكون علاقتنا معهم رسميه، وكل كلمه محسوبه علينا وعليهم، ونكون يد واحده. يجي واذا ما يجي نروح نجيبه ونجي. شوف يا عامر، انا جبتك هنا علشان اوريك بعض المقاطع من القناه اللي احنا سوينا العقد معاهم. شوف عندي يا جماعه، انا يا جماعه كلكم بتشاركون بس بالدور. ابو يزيد، ايش رايك في مدرب الهلال دياز؟ سيء. سيء؟ نعم، تكتيكيا في الملعب سيء. هو قاعد يجيب نتائج وفي الاخير الجمهور يبي النتائج. الهلال يقلي يقلي يا حبيبي. على فكره دياز هذا كل يوم يدخل علي في تويتر ويلقط التشكيله. البارح وحقته يدور تشكيله وما لقى تشكيله. وش ذا البثر يا ولد؟ جعلني ما اطلع معه. حبيبي يا عامر، انا عارف انك تصفقه بس ما شفت شيء. تفضل شوف. ابو فهد، انت مع او ضد الخصخصه؟ الخصخصه الحقيقيه نعرفها في اوروبا. بول ببجي ياخذ 100 مليون يورو. زين؟ اما خصخصه في انديتنا في ذا وش؟ وما تجيب ولا 30 مليون، صاحي انت، وش خصخصه وما خصخصه وما خصخصه، ما نبي هالامور ذي. لا لا معليش معليش يا ابو فهد معليش، يعني انا رجل احترمك الى قبل ما تقول الجمله هذه، يعني انت في مكان محترم ومع ناس محترمين. انت تغلط علي ليش؟ اذا مو عاجبك نطلع محور ثاني. انت تغلط علي ليش؟ انا ما غلطت عليك. انت تغلط علي ليش؟ يا جماعه انا ما غلطت عليك. انت تغلط علي ليش؟ ابوك يا النشبه نشبله. لا الحين شوف التحفه الثانيه الحين، شوف شوف. وانا يا جماعه الخير عشان الاوضاع هذه كاتب لكم خاطره اتمنى انها تنال على اعجابكم. اقول راحوا اللي راحوا، بس ليتهم ما راحوا، لانهم لما راحوا ما علمونا انهم راحوا. وش ذا يا ولد؟ العويس كلم امه وابشركم طيب وبخير ولا في الا العافيه. يهو يهو العويس امه ميته. الهلال يقلي الهلال يقلي. قسما بالله مبزره، كل دقيقتين متهاوشين. ما عليك فيهم، بكره باذن الله نطلع ونوريهم اصول الحوار الراقي والمثالي والمميز الذي يزبهل منه الشعب السعودي باسره. اتحداك الزعيم. يلا مشينا ما يبديها يا ولد، نبي ندزها للحلاق. هات الروق. حبيبي ضبطت الكوي من اروع ما يمكن. كويته كوي ووصيته بالذات على الشماغ، يبخ يبخ بيخ بخ بخ في رشاش شو اسمه نشا لين صار زي الكرتون. كفو. والطاقيه كويتها. وشي؟ طاقيه كويتها. يا اخي الطاقيه ما تنكوي، الطاقيه على طول تلبسها. يلا يا ياسر عشان نخش مود الحلقه كده ونعيش الجو، شغل نشيد الاتحاد. نعم؟ نشيد مين؟ الاتحاد؟ شغل نشيد الملكي. يا شيخ سري لك انت ونشيدكم هذا، سارقينه من مركز صيفي. سارقينه من مركز صيفي، سارقينه من مركز، سارقينه من بيتكم. طيب يا عيال انا وش اشغل؟ انت حضر وانت ساكت. اها تقولها كذا، طب انزل انت وياه يلا. يمزح معك يا هو يشبك يا صاحبي. هشوة اتوقع جد يعني. انا حبيب حبيب. اسفين على التاخير طال عمرك. يا اخي ايش فيكم تاخرتوا؟ اخرت ابويا ازدحام شديد ابويا، السنة 4 دقائق كانها صبحة. رد لجده اللي بعد عنا بكة يا شيخ. اكيد يبي جده لانه طحلب، والطحلب ما يترك البحر. ايش رايك فيديوهم طال عمرك؟ مو ملهلبين؟ بالعكس بالعكس، هذا اللي احنا نبغاه، هذه اللهلبه اللي نبغاها. ابغاكم الان تدخلون على الهواء مباشره، ابغى نفس الجو نفس الرتم يا طحلب. الحين اول ما يبدا البرنامج وش نقول؟ قل اي شيء. واللي قاعد تقراه ذا وشو؟ ورق ابيض ما في شيء. اتحداك يا السبك، يعني تغش المشاهدين. يا حبيبي احنا عندنا وقت بث لازم نعبيه باي كلام، اي شيء فيه هواش، هلال ونصر، من هو اسطوره الكره السعوديه، عن عدد بطولات الانديه، اي شيء فيه هوشه كذا قله. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الفساد الرياضي. الحقيقة الأستاذ ياسر قبل ما ندخل على الهواء قال لي أنه عنده مداخلة، فحاب أبدأ فيك أستاذ ياسر، تفضل. في الحقيقة اليوم قرأت خبر أن ماجد عبد الله أسطورة الكرة السعودية راح يشتري نادي النصر إذا تمت الخصخصة. إيه أسطورة الكرة السعودية يوسف الثنيان، تستهبل أنت تستهبل. أوف، هذا تصريح خطير يا أستاذ ياسر. بشهادة الكل ماجد عبد الله هو أسطورة الكرة السعودية. بشهادة النصراويين فقط ولا؟ ها دوري؟ إيه؟ صحيح اعترض. يا شيخ اسكت انت واسطورتكم ذا جحفل اللي صجيتونا فيه. جحفل يا ما صيحكم وسهركم الليل يا ورع ولا لا؟ اعترض. تعترض؟ جحفل يا ورع. صحيح. عشوة. يا ليش قال جحفلي؟ قول على الحبيب اهو. هذا عامر يا شباب والعديلي ابو عامر. يا اخي هذا رايك خرابيط ولا يمكن احترمه. ايه لا تقول خرابيط يا تافل، الان ادوس على وجهك هنا. استغفر بالله استغفر بالله ما تشوفه انت. صلى على الحبيب اهو. وراهي ناقص كنديك. لحظه لحظه يا جماعه، ازعجتنا كله عامر وعامر واخرتها مناقز ومهاوش. والله هذه شيله يعني انتم عارفين ليش يقولون من هذا ولدي؟ هاتلي قايل لي يا اخي هذا عامر اول مره اشوفه بس والله انه جلاد. يا حبيبي اي جلاد، هذا ما عنده سالفه. يا اخي اسال نفسك ليش نادي الهلال نادي مكروه؟ كله من مجامله التحكيم واللجان. ايه ما سالت نفسك ليه؟ لانه يجلدهم ينزخهم ثلاثه اربعه خمسه كل سنه ياخذ بطوله، صح ولا لا؟ فكر جاب طاري الهلال، فكري عليه اتركه خله اصفقه. اقول اتركه لا تجيب طاري الهلال اتركه. معليش بس ما سمعنا راي شكوش ولا سمعنا صوت اليوم، تفضل شكوش. يا كابتن الاتحاد كان متفق ومخلص مع ياسر القحطاني والمطنوخ كان مجتمع معاه في مصر. شفنا تجيب طاري ياسر اتركه. ياسر القحطاني هلالي زعماوي عاشق للهلال، ناس انه ضحى ب 20 مليون ريال عشان الهلال، ناسي ولا لا؟ اقول ترى اذا ما عقطها بافقع وجهك بالكاس، تفهم ولا ما تفهم؟ قوية يا ابوي تدخل اجيب حبيبي لا تقعد ما نسوي لها الحين؟ انت ورامك لا يابا هذه صفاح. اذكرك يا تعبان اذكرك. نسيته يوم كالون جاء المطار الرياض وقمتم خطفتوه يوم جاي وقع للهلال. وين الشرف؟ وين الامانه؟ ما يستاهل فكر يا شيخ. يا جماعه هذا تاريخ ولازم يتوثق، اليوم ما احنا مقفلين الهواء لين نوثق التاريخ. اقول له اقعد اجيب لنا قلم قديم يطلعه. عزوز اهدى 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 لازم يكون قوية ما لها حل. ايش رايك في كلام والله سامج وما في اسمك من الا انت يا لطف، هل تعترف بذلك؟ والحين بالله هذول تسميهم اعلاميين؟ نعم سمعني ثاني. من؟ الاتحاد كبر جدة. اتوكل على الله انت وفريقك يلا برا الاستوديو اطلع برا. يا كابتن احنا ابطال اسيا وبطولاتنا اكثر من بطولاتكم. يلا يا واحد احنا مالك ايه؟ مالك ايه؟ يقول له مالك الدك تحيه فاهم ولا لا؟ بلون فريقك هذا الاصفر والاسود يا رصيف. يا ابوي تعال اقنعني ولا بطوله اسيويه وتقول لي كبير جده؟ كابتن وصلنا نهائي اسيا مرتين اثنين لكن الله ما كتب، لكن بقدره قاتله الثالثه ثابته باذن الله نحرق قلبكم حرق. ما معاك يا كابتن. اوف يا عيال الوقت متاخر انا بمشي والله. اسمحوا لي نطلع الفاصل وراجعين ان شاء الله. من جد هذول ليلهم طويل وما وراهم شيء. حوارنا باذن الله. الله يحفظك. لازم يجلدهم ينزخهم ثلاثه اربعه خمسه. ذا الشعب مهبل ما مدام يصممون وينشرون. شوف العب روح كبوت ابي اثنين انشاط. ها ترى مستواكم سيء يا ابوي. وش ذا حظ؟ اي حظ يا ابو حظ انت، احنا يا ابوي ملوك البلد. ما اقصد كنت درج من يومك، حتى يوم لعبنا مع بعض انهزمنا، انا اقصد عامر قايم حظه. لا تحطه بالحظ، تراني جالدكم من اليوم بلوت بلاي ستيشن واخرتها كسرت راس شكش. يا ابوي انت ترى مستواك معدوم ودائما تنهزم، دحين قايم حظك شويتين، انت لو تلعب مع انبوبه الغاز برضه تفوز بالحظ. شفت؟ ما قلت لك انه حظ؟ من متى عامر قايم من حظه وقاعد يصقع فيكم بلوت وبلاي ستيشن؟ يا رجال ما له الا اسبوع قايم من حظه، ما اخذنا في الداري رايح راجع. عنديلك واحد محظوظ، حظه يمشي 3000 لو تلعبوا مع بايرن ميونخ، برشلونه، ريال مدريد، صدقني بتصقعونهم زي الالف. تقول صادق؟ وينه؟ انت متاكد انت؟ ايه متاكد يا ابن الحلال. جبه معك بكره، ابي اشوفه، ضروري ضروري، سامع؟ حكم، حكيم، صن، فن، اشكل، مشكل، مية يا خوي. تسلم لي. يا ابوي تستهبل، شنو نومك هنا الظهر الحين؟ ما نمت الا الصبح، كنت مواصل وطلعت اخلص اشغال اهلي. طيب ليه ما نمت الا الصبح؟ ايش عندك اخر الليل؟ داشر؟ ايه لا تستهبل، اصلا الحين انا صرت من طبقة مختلفة. اي طبقة؟ طبقة ما تحلم فيها لا انت ولا انت ولا انت. افا طارق يا ولدي، وش فيك زعلان؟ محمد دائما يهزمني بالبلاي ستيشن وتقطق علي. ما صار الا خير وين ابوه. لا تخاف، اطمئن، الحل عندي ان شاء الله. السلام عليكم يا رجال. وعليكم السلام. يا هلا والله وسهلا، يا هلا بالرفيق. قم اقحص، قم ادرف. تعال استرح. اسمع، الليله نبي نكسر روسهم تكسير. وشوف هذا ابو علي جايبه من المزاحميه مخصوص، نبي نجلدهم جلد. عفا عليك، ابو علي جاي من المزاحميه مالك الا قوه تكسير الروس مثل ذاك اليوم، قوه تخبيط. هي كفو، قل لي انا ابيك اليوم تفضالي تصير نشيد. ابشر بعزك. الو هلا يبا. سم، انا عند جماعه مشغول شوي. سم ابشر ابشر يبا. اقول لا تقول انك بتمشي. الوالد يبيني اجيب الاغراض ضروريه وما في الا انا. والنعم فيك والنعم في الوالد، وتراني افرح للشباب اللي مثلك اللي يبرون في والديهم، لكن انا عندي لك حل جيد. يا نسيم تعال. هذا سواق جيد ويدل في الرياض زين ما زين، بلغه وش طلبات اهلك ووصح عليهم ولا تشيلهم. ما يحتاج طال عمرك. لا لا يا اخوي، وش اللي ما يحتاجه؟ انا اصلا ما ابيه ما احتاجه، خذه معك. اجل دام كذا تعال يا نسيم اعلمك وين تروح. اسمع يا ابو النسم، ابغاك تروح للبيت وتخلص اشغال ابوي كلها، بعطيك رقمه ويرسل لك الموقع، وابغاك تاخذ ملابسي توديها المغسله غسيل كوي مستعجل، وتاخذ اللابتوب حقها وتصلحه، وفي نفس الشارع في محل شاورما البطله، تجيب لي 3 شاورما شطه كاتشب مايونيز، تجيبها برا وتدق علي، لا تعلم احد، اوكي؟ ذبحونا بالمفطحات ذولي، يلا بسرعه. بشر علمته خلصت معه؟ ايه طال عمرك. زين، اجل بعد هالصكه ذي وتكسير راس ابو علي بنروح انا وياك البيت. هيا كعفو يا بطل، اتحداك يا هدف البطل. طارق بشر 7-1. الله كفو كفو يا عامر. صباح الخير يبا. اي صباح؟ احنا الظاهر الحين. تعرف يبا سهران طول الليل اشغال. هذه انك ما تجي الا عقب صلاه الفجر، تجي تسحب سنك بس، وين تسهر فيه؟ ومنهم الناس ان تسهر معهم، لا تبلش نافيهم وتبلش نفسك. ايش دعوه؟ اللي امشي معهم ناس نجاويد مثلك وشرواك، بس بسالك كيف السواق نسيم معك؟ نسيم يا وليدي ابرك منك، رجال مطيع، اطلع انا وياه من الصبح، نروح نخلص كل اشغالنا ونروح نتمشى انا وياه ونوسع صدورنا ونجي للبيت. كفو والله. وش ذا؟ هدية بسيطة لأخوي. أخلص وش عندس؟ تكفى دبر لي شغل. لا يا شيخة، شايفتني خدمة مدنية أنا؟ وأنت الحين صاير من أصحاب علية القوم. صحيح، بس هذه مجرد صداقات عابرة ومصالح متبادلة تنتهي في أي وقت. والله ما أدري وش يبون في الخشة. وشو؟ لا ولا شيء، يعني أقصد خلاص أنا طفشت من جلسة البيت، دبر لي شغل. خلاص، بس على حسب ذا الحلا، إن كان طعمه زين أبشر بعزس. سمي بقى. بسم الله. ها كم تعطيه تقييم؟ والله يا ابن الحلال أعطيه 7/10.8. يعني تعطيه لايك؟ أقوى لايك وسكسك رايب. أجل ابشري بالخير، بس اسمي أبيس الساعة 11 تدقين عليه، تقعدين تبكين كذا وتسوين حركات دراما، أوكي؟ ليش إن شاء الله؟ شايفني مهبولة؟ ما هو بمهبولة، بس سوي اللي أقولس عليه وابشري بالخير. العب. عفو يا خوي. النشبة دايبي. يا أخوي العب. دقيقة. النشبة. هلا مها. لحظة، قاطع، سجل عليه، سجل عليه يا وحش. إيش قاعد تسوي؟ إيش فيك؟ هذه ما هي بأصول اللعبة، شلون قاطع؟ لا بس طال عمرك ما كنت مركز. ما كنت مركز؟ قم، مشينا أبغاك. سم. أختي يا طويل العمر متضررة اقتصاديا ونفسيا وتحتاج وظيفة. عفر هذه السالفة بس؟ عفا عليك بس، تامر أمر أختك؟ وأنت مثل أخوي بعد؟ أنا بعطيك أسماء شركات لستة كاملة تختار منها أختك اللي تبي تتوظف فيه، ومن العين هذه قبل العين هذه. بس طال عمرك ما ودنا نحرجك وكذا يعني. لا وش دعوة، أقول لك أنت أخوي وهي مثل أختي، عفا عليك بس. أجل بنت عمي خريجة علم نفس. وشو؟ أقول نلعب بلوت. اقعد. سم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. استريحوا. سم. ما شاء الله عليك يا عامر، نسمع عن كل خير، وشلونك؟ الله يسلمك. سمعنا انك انت ولحظ اصحاب يا عامر. هذا بفضل جهودكم الله يحييك، وتعرف يعني. ايه سلامات يا طويل العمر، انا عامر ويسموني عامر ابو حظين، هذا ما له دخل. طيب يا ابو حظين، وش تشجع؟ اشجع المنتخب. يا اخوي كلنا نشجع المنتخب، ما هو بنت لحالك، انا اقصد من الفرق من الانديه، وش تشجع اي نادي؟ بصراحه من زمان ما حضرت في الملعب، لكن حاليا اتابع الNBA. الNBA وش ذا؟ دوري كرة السلة الامريكي. كرة السلة الامريكي، ما شاء الله. والحين وش تشجع؟ اشجع كنت وابو طارق والسواق نسيم. بارك الله فيك، خذها ورها الملعب من داخل، ورها مرفقات النادي. ايه تبي تصرفنا؟ يلا مشي. شو الخبل اللي انت جايب ذا؟ الله يهديك يطول في عمرك، لا يهمك هباله وشخصيته، أنا جربته في كل شيء، في البلوت وفي هذا اللي يسمونها بلاي ستيشن، أموره طيبة وما عمره ما شاء الله عليه انهزم أبد، دائما يفوز. وين لقيته طيب؟ يا أخي ألعب فوت يا ابو سامي، ذا نكبه يا ابو سامي. ما احد يشوت غير هذا. لا طال عمرك، ابشر بالخير، لا هذا جيد، وما دام معنا ذي ابشر بالخير. يجيبها ان شاء الله. اي لا يجيبها يعني. تابع طال عمرك، تابع بس. الشغل اللي انتم سويتوه اليوم كفو 100 كفو. اي هذا اللعب، هذا الاجتهاد. اي وابو سامي لعلمكم مبسوط منكم على الاخر، ولانكم فزتوا خالفتوا كل التوقعات. ابو سامي بضاعف المكافاه. واذا فزتوا بالمباراه الجايه بنضاعف المكافاه، بس خلكم على وزنيه ذي لا حد يحلق شعره. ايه يا ابو طارق، لو اخدت بالك النهارده من طريقه اللعب والخطه مختلفه تماما. اقول ما ودك نروح نلعب سكه بلوت؟ الا طال عمرك نلعب سكه بلوت، بس ما ودك اهز احد منهم. لا 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 شو دعوه، الله يهدينا وياك، اليوم فرح ولا ذا الاقرع. لا 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 اترك حق بعدين تكفى خلنا نهز. لا 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 حتى ابو شعر ناوي، بس بعدين. يلا يلا اشواي. لا 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 انت بصراحه ما شاء الله عليك انسان جدا رائع. ابو طارق ابيك تفضلي نفسك علشان نشوف شغلنا ونشوف اللي لنا واللي علينا. اي ما شاء الله عليك، بس انت تستاهل. طارق العب انت يا كفته الطويل هذا. هلا بالعيال، هلا مرحبا اللي هلا باللي جاء، ويا مرحبا باللي جاء باللي جاء. وحشتوني يا الشون. الله يسلمك حبيبي، تفضل تفضل. ايوه يا ابويا كويس عرفت الطريق، احنا قلنا بوس الواد شكله نسي مكان الاستراحه. عفا عليك يا شكش، مو بانا اللي اترك اخويا يا عيال. والله وحنا نسينا ناخذ القطيه منك يا عامر. وش قطه يا كفته؟ خلاص من اليوم ورايح ما في قطه، انا بسدد اجار الاستراحه، اطنخ يا عيال، وبغير المراكب وبغير الاثاث واللمبات وكل شيء. اوب 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 يا واد والله انك كفو. بس تعال يا عامر الحين وش شغلتك بالضبط؟ انا اشوفك دايم مرتز في المنصات جنب الرئيس حقكم ذا. عفو عليك، من يوم ما ارتزيت في المنصه يا عيال وما في الا تدعيس في الدوري حقهم. طيب يا اخي يا عامر خلينا نجلس معاك بالمنصه. عندي لكم شيء اطرق من المنصه يا عيال. ايش هو؟ رئيس النادي يبي يروح رحله استجمام خارج المملكه، وقلت له ما في روحه الا معي اخوياي حقين الاستراحه. بالله عفو عليك، انا ما انساكم يا شكوش، محفولين مكفولين، جيبوا ملابسكم بس. والله كفو عليك يا عامر، طول عمرك وفي. ها تروح معنا يا تركي؟ افكر واشوف. اقعد اجلس بالرياض. اول حاجه انتوا عارفين ان مباراة الديربي قربت. مش تبي بالضبط؟ في كام لاعب بيقول ان رواتبهم اتأخرت. ها هذا النبي قصرنا بعد؟ ما قصرنا بالمكافآت وما قصرنا بالرواتب، وش هالطمع هذا كله؟ انا اللي يهمني ان الفريق كله يكون جاهز نفسيا وذهنيا وبدنيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وعرفيا وكل شيئا. لا لا حضرتك مش واخد الموضوع بجد يا ابن الحلال. شوف اي لاعب ما هو بجاهز خليه يروح لبيتهم، المهم يكون عندك في الملعب 11 لاعب. لا 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 ابو سامي الموضوع ما تتحلش بالطريقه دي خالص خالص خالص. احنا عندنا 11 لاعب برسم عليهم خطه وتكتيك معين للاعيبه اللي في الملعب عشان تنزل تعمله. والله الرجال مصدق مره. ايه معتبر نفسه مورينيو البديعه. مورينيو البديعه لو سمحت ما احبش حد يقلل من شغلي، مش كفايه ان انتم مش بتعترفوا بفضلي؟ اي فضل؟ حنا ما اكلنا خمسات واربعات، اكلناها من ورا خرابيطك ومن ورا تكتيكاتك هذه اللي تقول عليها. انا ما اسمحش بالكلام ده، انا هستقيل حالا حالا هستقيل. ارجع يا وحيد ارجع ارجع ان قلبي يتقطع. ارجع يا وحيد المهم يا ابو طارق شغلنا واحد نرتز في الملعب على انه مدرب وتركنا من هذا. المهم وهم شيء وهم واحد يكون موجود عامر، لأن اللي راحكم والديربي اللي جايكم ثاني. ابشر طال عمرك عندي وأنا أبو هندي. من بعد ما افتتحوا العروبة راحت على خريص الزحمة. يا ولد يا ولد خليك تتكنجد. وش صار؟ هد اعصابك يا طويل العمر، انا دقيت عليه مره مرتين و10 ما يرد. اخر مره شفاه قبل شوي. يا اخوي دق عليه 20 30 مره، نص علي دق عليه، انا كان ابيه يقعد عندنا لبكره، لين بكره الديربي يفهم. اهدى يا ابن الحلال وراك ضوء شاب ان شاء الله ان شاء الله، بس انت اهدى هد اعصابك. اخلص دق عليه اخلص. ان شاء الله ان شاء الله طال عمرك. النشبه ذا يبيك، 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 النشبه ذا يبيك. شوف شوف ابو سامي وحيد السبهش شفع معهم. اما معهم شكله مصدق انه مدرب. اي ويحسبون تكتيكاته وخرابيطه هي اللي غيرت الفريق. اجل توها تكمل، عصفورين بحجر، نفوز عليهم ونطقطق على تكتيكاته. اطلعوا عن وجهي، اطلعوا. ما في مباراة ياب. العب يا عليم انت وياه. كفته خليك شيال. يلا يلا يا عيال، عشان اللي بيخرب اللعب. مو بوقتك انت وجهك. شباب، من يبي يسكن في قصر ويطنخ طول عمره؟ انا بعد. بس وش السالفه؟ يلا يا عيال الحين اعلمكم، خليكم وراي. يلا طنشوا يا عيال، خلينا نكمل الصكه. العب يا شباب، يلا الله يرحم والديكم. يا هلا بالشباب، تفضلوا وارتاحوا. هذول طال عمرك اخوياي اللي كلمتك عنهم، من اعز اصدقائي. والنعم فيك وفيهم. شوفوا يا عيال، انا بعطيكم ياها من الاخر. الرجال اللي ابيه زوج البنت الجوهره يكون قدها، وابغاه يكون ظهر وسند لها ويحميها ويسعدها. وانا عندي عليكم شرط واحد، انكم تسكنون معي هنا في القصر هذا، لاني بعرضكم لمجموعه اختبارات، والاختبارات هذه بتكون مصوره بكاميرات. هذا انا علمتكم. والاختبارات ذي اللي يفوز منكم فيها اقول له مبروك عليك بنتي الجوهره والقصر هذا. طيب الله يطول عمرك، بس بنروح البيت بنجيب ملابسنا وبنجي. بس روحوا لا تطولون، ارجعوا بسرعه. يا سلام. ومبسوط ما دامني في القصر موجود. مبسوط. راح افوز الاول، راح اوريك يا عامر وياسر ويا شكوش. ياوا اتحداك الغرفه البطله الحين يا تركي، ورا ما تشترك بالمسابقه. ودي يا عامر قلبي تقطع، أحد يخلي زوجة وقصر وفلة وسعة صدر، بس تعرف تركي مشغول رايح جاي في ذا الشوارع، تعرف أنت. وبعدين المسابقة يعني يبي لها سن معين يعني، وعمري تعرف كبير ما يساعد. ولا يهمك، أوعدك إني أدور لك على مسابقة تتناسب مع عمرك. قصر ابو كلب سريلك. اتحداك القصر البطل. صباح الخير يا رحله. صباح النور. ترى سباكتكم بالقصر لك عليها، تخرخر مياها. خابر لك سباك البطل، سباكته ما تخرش الميه. ما هو هذا كان الاختبار الاول. اما عاد. اي نعم، وانا متابعكم وراصدكم حركه حركه من خلال الكاميرات اللي انا موزعها في القصر كله، وبناء على تصرفاتكم. اللي فاز في الاختبار الأول هو ياسر. مبروك يا ياسر. الله يبارك فيك. يس، ما شاء الله عليك يا فنان، اللي سويته أمس كذا. مبروك يا خوي، ما كنت أتوقع إنك ما بالسباكة. يا رجال عطني مفتاح ابو جلمب وعده واعد لك سباكه البيت كله، مو هو بتهريب بسيط. ما يبيلها لا عده ولا خرابيط، يبيلها تشغيله مخ، يبغى يسكر المحبس خلصنا. اما مخك خويي وعرفك، لو تنتع مخك نتع ما يشتغل. الحمد لله شبعت. 5 دقائق بيوصل ابو الجوهره. ان شاء الله يعطيك العافيه حبيبي، مشكور. محمد نور هنا. اي والله، وش جابه؟ لا يا شيخ وش جابه، انتم يا الهلاليين اكثر ناس تعرفونه، هذا ابو نوران القوه 10. مفتاح جده. ابو الجوهره اتحادي وجايب الاسطوره. الاسطوره سامي الجابر. لانك هلالي. نسيت الاهداف، هدف من هنا وهدف من هنا، ولا نسيت هدف الدعايه؟ جل جديده يا نور. روح سري لك. محمد نور، محمد نور، ايوه محمد نور، محمد نور، ايوه يا 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 وشا شا شا شا، ومحمد هو الباشا. هلا والله، حياكم الله، هلا بالشباب. والله كنت اتمنى من الله تكون معنا جوالاتنا وناخذ معك صوره يا اسطورتنا. ياوا معقوله 3 كبار ما عندكم جوال؟ لا الله يطول عمرك يا كابتن، سالفة طويلة، بس عادي تصورنا بسنابك وتنشرها عندك. طيب بس بدون فلتر. شعرك هذا طبيعي ولا زراعة؟ ايه طبيعي. يا راجل الحمد لله. بس تفضل يا كابتن، ابو الجوهرة وصل. يلا عن اذنكم استاذن. بس عامر كان ثقيل، ما هم مثلكم مخفات، مشافيح انتم، مشافيح تراكضون ورا المشاهير. الرجال يقول لك بنته مجنونه سفر، راعيه سفريات، يبي لها واحد ثقيل، ركاده، رزانه مثلي. والنتيجه الان 1-1 تعادل. وانت يا شكش وكفته، اذا ما شديتوا حيلكم ترى بقلبكم الباب، فاهمين؟ يلا يا حلوين، كل واحد على غرفته، أشوف يلا. طلع فلوس اللي معك. ما معي فلوس. طلع جوالك. حتى جوال والله ما معي. ايش عندك؟ في شاشه وفي اغراض وفي عطورات وسوني. امسك عبي. يلا اسرع اسرع، يلا اسرع. وهذا اللي صار كان الاختبار الثالث. أوف! ويدور حول الشجاعة، وللأسف كلكم طلعتوا زلايب جبنة ما عدا واحد اللي هو عامر. أنت يا عامر فزت في هذه الجولة أيضاً، يعني صارت النتيجة 2-1. إنما بالنسبة للأخ كفتة وشكش تقدرون توكلون على الله. اقضبوا الباب. عشوا انهم راحوا. اي والله. اختبار القادم والاختبار المفصلي الليله عندي عزيمه، وبيجيني كبار رجال الاعمال والمسؤولين، وبشوف تصرفاتك انت وياه، واشوف من اللي بيفوز في الاختبار القادم. يا هلا يا هلا، عليكم السلام عليكم. هلا والله وسهلا. تفضلوا تفضلوا. هلا وسهلا، تفضل. الله يحييك. مرحبا، الله يحييك. هلا وسهلا. وعليكم السلام والرحمه. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. السلام عليكم. السلام عليكم. هلا وسهلا بعمي. هلا هلا. على حراسك حبيبي. الله يحفظك. الله يخليك. تفضل. الله يحييك. عامر ياسر، قهوه الرجاجيل. يلا مشي. يا هلا ومرحبا. عامر حريقه حريقه. عامر انهج انهج. هاي حريقه ازبلك وياه. حريقه حريقه. اطلع اطلع يلا. البيت بيحترق. تكفون اطلعوا اطلعوا يلا. انحاشوا حريقه انحاشوا. شفت اللي صار هذا كله؟ بما فيهم الحريقة كان جزء من اختبار. من جدك؟ من جدي. وشفت خويك ياسر ذا الجبان لما هرب خرج من المسابقة، ولذلك أنت فزت بالمسابقة عن اجتذار. ولذلك أقول لك مبروك عليك القصر وبنتي الجوهرة بعد. اي بس أنا ما شفتها، أبي الشوفة الشرعية. أبشر يا الجوهرة. الجوهرة تعالي وانا ابوك. دربد 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 دربد. هلا والله بالعشا البطل. ما شاء الله ما شاء الله. وش ذا الزين؟ الحين عمي ورا ما يترك عنا الثقل ويجي يتعشى معنا. والله ابوي في عزة نفس ما بيثقل علينا. ايه عزة نفس. طب سمي سمي، ما عندي سلة حلالس. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. افا اطلعي 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 فوق اطلعي فوق اطلعي. سلامات داخل بيوت الناس مدرعم. وش اللي مدرعم؟ هذا بيتي ذا. الا انت وش اللي مدخلك بيتي؟ تستهبل انت، هذا بيتي. انت صاحي انت انت ولا مجنون انت؟ وش انت انت؟ الان بجيب الشرطه يعذبونك. اصبر اصبر، اجل هذا من؟ هذا الحارس، هذا ابو الجوهره. اما الحارس انا ماني براعي القصر، انا حارس أبوه. بس عاد حبيت اطمن على بنيتي، قلت الزقه بظهرك ولقيتك رجال انتكانه، قلت بس غرض روق خلني على الزقه ابوه. والقصر هذا طال عمرك قصر الشيخ، انا بسلم انه سافر، ما هو يروح اوروبا، اصير انا راعيه. والثوب حق الشيخ، بس شوف دام انه سافر اوروبا انا اشخص له، وانت ان شاء الله الصيفيه الجايه بوعدك القصر لك لين يرجع الشيخ، والبشت والخاتم والساعه من درج الشيخ. قلت اشخص عليكم بقى. بشرا، كم كسبنا من قناه اليوتيوب؟ وكم هي نسبه المشاهده؟ اوه فلوس فلوس يا ابن الحلال ما تنعد. لا لا لا، والمشاهدات المشاهدات بالملايين يا ابن الحلال، بالملايين يا اخي. انت عقليه يا اخي، انا ما ادري شلون جتك هالفكره ذي انك تستغل ذا الزلايب ويدخلون هالفلوس. انا لو داري انا استغليتهم ودخلتها لنفسي. لا يا بي، الاستغلال خلوه علي انا. بس شف تكفى، نبي غير خوياك الدلوخ ذولي عشان يزودون نسبه المشاهده. تكفى تكفى يا الذيب. ابشر. يا هلا ومرحبا فيكم. اليوم عندنا ضيوف صاروا حديث الشارع ومن المشاهير المتابعين في الوطن العربي. نرحب بضيوفنا الكرام. يا هلا مرحبا فيك، الله يحييك. كان ودنا عامر يكون متواجد بينكم. اي والله يا ليت يكون معنا، وخاصة من سكن القصر وفاز بالزوجة والمسابقة، ما عاد شفناه ولا عاد له حس. ياوا عاد حداك تفوز. اخبار اخبار اخبار. ايش عندك انت؟ ياسر حصل له الجائزة ب 50,000. وش الفكوك؟ وش 50,000؟ تتذكرون يوم كان يصور في البر؟ ايوه، شارك في مسابقه وفاز. والله عيب عليه، احنا خويان المفروض يوزع علينا 50,000. خله يشبع بجائزته، كلها تصوير طاخ طيخ وتطلع لقطات، ونجيب جائزه اطلق من جائزته. اقول لك خلاص اخلص علينا بس. بالله وش رايك؟ ما تحس فينا ابداع مدفون؟ يا عمي وش اللي ابداع مدفون ولا مندي ولا مضغوط؟ اسكت بالحلال، خلي الرجال يركز، هذا ابداع بصري. ايش فهمكم انتم؟ ايش دخلك انت؟ شباب عندكم غير الهوايه هذه؟ وش جو ام التحطيم ذا اللي ما الامه داعي ها؟ تبيني افصل عليك الحين؟ لا يا اخوي لا لا، وش دعوه؟ انا كان كل قصدي اذا عندكم موهبه غير هذه تكون افضل. ايش قصدك؟ الصور دي ما تنفع؟ يعني ما في جائزه وفلوس؟ يا شباب ابحثوا عن الشغف اللي بداخلكم، شوفوا ايش الموهبة اللي تناسب احساسكم. اليوم يومكم يا عيال، وما للخوي الا خويه، وانتم حزامي وقت الشدايد. من الذيب حاضرين، طاقه جلطات اي شيء. انا اكتشفت الموهبه اللي بداخلي وتجري بعروقي، واحبها ومتاكد اني ببدع فيها. ايش هي؟ يا ابوي ايش بكم انت رميت الشيء ذا كذا وحزايم وشدايد؟ ايش الهرجه؟ الكوره، الكوره موهبتي من الصغر، وانا متاكد اني ببدع فيها، بس ابيكم تساندوني واسجل في نادي. 501 كبير، 502 يا معلم، 503 روح ميسي يفطن، 504 اقهرهم، 505 استاذ تمام العب، 506 كبير سلام عليك، 507 برافو، 508. يا طويل العمر يا طويل العمر، جبنا لك لاعبنا فذ، جبنا لك لاعبنا كفو، لاعبنا فلته. والمطلوب؟ المطلوب انك تعطيني فرصة وتشوف امكانياتي، واذا قفل التسجيل عادي سجلني هاوي. طيب ما دامك متحمس كل هالحماس بنعطيك فرصة وبنخلي المدرب يشوف مهاراتك. كفو يا ذيب. اتحداك النادي البطل. صدقوني يا عيال امنية حياتي اني اسجل في نادي الهلال والحمد لله تحققت. الحمد لله تحققت، الباقي الحين خلها على تركي. اكلمك المدرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اقدم لك الكابتن عامر الفتى الذهبي حق حارتنا، اطلق واحد يفت كورة. طيب وانا اقدم لك نفسي، انا تركي المدرب الخاص حقه طبعا، ما راح تلقى زيي. تفضل كابتن عامر، تفضل ارتاح بالمدرج. انا المدرب حقه قاعد جنبك. تفضل بالمدرج. خلاص روح خلنا نترزق الله، روح. اقول امشي، اقول انقلع. العب يا شيخ. شوف ذا يا اخي، شوف ذا وينه، خله يلعب. عم برجله، غطي يا اخي. لا ده يقعد، ده يمشي دلوقتي. السلام يا اخي. الله العب، ورا ما يناول ذا. لو سمحت يا كابتن، ورا ما تدخلني، انهي لك المباراة بثلاث دقائق. روح حمي، روح حمي. كفو يا الذيب. روح. يا فتى الذهبي. يا كابتن يا نزل عامر يا اخي. ياهو نزل ولدنا. ياهو نزله يا اخي. عمر حكم فاصل. معليش يا كابتن باخذ فرصتي، معليش. يا عامر يا اخي حسدوك، والله حسدوك. كابتن ناول، هنا كابتن، ناول ابو شوشه انت. هاي ناول كابتن، هنا معه. بس يا اخي عط عامر يا اخي، عط الفتى الذهبي. ايوه اعطيله، اعطوه فرصه دي. كابتن هنا كابتن. هاي شوشه، ابو شوشه. اوه ايش هذا؟ غطي الخانه. خلص حطك هنا معك. ناول هنا اهو، اوريك ابو شوشه، اوريك. ايه ابو شوشه اعطيه. ناول كابتن، هنا معاك. بيستهبل هذا ولا بيستهبلون؟ اوه نكبه. كله تيروريتا وراك تمسك الكوره. يستاهلون، اقول لهم ناولوا ما يناولون، خلى الانانيه تنفعهم. عامر جاب الطاعه يا عيال، دزوا يا عيال، خليه يهج. يلا لا تزعل نفسك، الانسان عباره عن بني ادم، يفشل مره ومرتين وثلاثه واربعه وخمسه ترايط. ها يا اخي هب لي فرصه عشان امثل، انا احس ان الكوميديا تقتل مني، بالله عليك ما ضحككم دايم. طيب اتحداك تقلد ديك ياباني. شنككا كوكو. أم عاد شنككا كوكو، وإذا مات عاد حداك، تعرف تمثل لولاكي يا البرجر ما جيناك يا الكاتشب، لولاكي يا الكاتشب ما جيناك يا المايونيز. ايوه لولاكي يا البرجر ما جيناك يا الكاتشب، لولاكي يا الكاتشب ما جيناك يا المايونيز. ايوه هات الصاج اشوي البرجر جيب الشيز والمايونيز، هات الصاج اشوي البرجر جيب الشيز والمايونيز. لولاكي يا البرجر ما جيناك يا الكاتشب، لولاكي يا الكاتشب ما جيناك يا المايونيز. ايوه لولاك يا البرجر ما جيناك يا الكاتشب، لولاك يا الكاتشب ما جيناك يا المايونيز. هيا لا 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 هلا هلا بعامر، هلا بعزوتنا، هلا بالفتى الذهبي يا شيخ. هلا والله. ما هو هذا الفن والابداع، حرام تضيعون موهبتكم هذه. وهو صادق، ابشر بعزكم يا عيال، شهرتكم على يدي، اذا ما دخلتكم الفن من اوسع درايشه ما اكون عامر. شلوني امثل معاكم؟ احس ان الدراما تمشي في عروقي. اقول ترى بأرنك في الملح، وش الجبهه اللي انت جايبها عندنا؟ ما عليك منه تروك، ابد يا عيال، انا اعرف واحد خوي يشتغل عند شيخ، بس نبي نشوف كلمات كذا من شاعر مطروخ ونروح له، انت تلحن والذيب ذا يغني. فهمنا فهمنا، حساس زينا حساس. ابد يا عيال، اذا ما انتجت لكم البوم على حساب الشيخ ما اكون عامر. خلاص حولت خط بيتك من 110 إلى خط 220، وأنصحك تركب لمبات ليد نورها قوي وصرفيتها خفيفة. الله يعطيك العافية يا كفتة، كم حسابك والله؟ عيب عليك، أنت جارنا وصاحب أبويا. الله يبارك فيك يا كفتة، وما قصر، جزاك الله خير. فمان الله. فمان الله يا كفتة، حفظ الله مع السلامة. اتحداك يا السيارة البطلة، هذه إذا دخلت البيت تحطها مخباطك. الله يعافيك حبيبي، سمامك شبغيت؟ لا بس ترى الجنوط أبو كلب، يعني لو أكلت مطب على السرعة ممكن تنكسر. شلون عرفت؟ يا حبيبي لو تبيني أفصل لك سيارة قطعة قطعة مسمار مسمار فصلتها، وأتحدى أطلق فني. رأيك كذا يعني؟ وعلى فكرة المراية لو تغيرها من الفضي للسوداء تطلع احلى مع الديزاين. ما قصرت يا غالي، بس ممكن تعطيني رقمك عشان اتواصل معك اذا بغيت شغلات في السياره؟ ابشر بعزك 05655. اسمع يا الحبيب، انا من زمان ما طلبت منك فزعه، واليوم ابي وقفتك معي. امر ايش بغيت؟ ابد، عندي اثنين من اخوياي، واحد يحب يلحن والثاني يحب الطرب، ويبون واحد يسندهم. ايه فهمتك فهمتك، يعني اذا طويل العمر عنده قصيده منا ولا منا ومبتلش فيها عطني اياها، اخلي الشباب يلحنونها ويغنونها. تصدق في قصيده يحبها الشيخ وعطاها كذا واحد يلحنها ويغنيها، بس ما ضبطت، ابى اكلمه ويعطيكم اياها ان شاء الله. كفو يا الذيب. شوف صديق، حط على البرجر طيب شويه فلفل اسود مع شويه كمون، ولو في ثوم مطحون لحن لي، حط لك ربع ملعقه اعزف، يطلع لك الشغل كذا ملخبط زي اللهب، معزوفه ولحن يروع. حبيبي شوف، خلي استوى نص استوى، يعني بين وبين. طيب كبير كبير. أيوة بيتهوفن يعني. خير يا شباب، في شيء؟ مين ذا؟ اوه هذا بيتهوفن حق انا صاحب المطعم، واذا عندكم اقتراحات او شيء قولوا لي. لا ما عندنا اقتراحات، بس احنا لنا كذا مزاج خاص ولمسات في الاكل. يلا بالعافيه. اجل دربد دربد كي هال هي صديق هي ما في معلوم هي سلامات هي ملحوس. انت ملحوس بالله عليك، ما انفع في دور هندي بالله، بس انتم ما اعطيتوني يا اخي وجهي. ما انت بعاقل يا شاروخان. سلام سلام السلام ورحمه الله على احلى عيال. كيف الحال؟ جبنا لكم احلى همبرجر راح تاكلون براطمكم ورا. يا عيال خلوا الاكل، عندي لكم خبر يحب قلبكم. كفو يا اخي انت العراف حقنا. كفو بس اهم شيء تلحنون لها لحن البطل علشان ما تفشل مع الشيخ. ها تفشل؟ معقوله؟ حبيبي شغلة مين؟ شغلتنا شوكوش وتركي. حبيبي ان ما لحناها وشعللناها وخلينا الشيخ يصيح ويتسدح ويقول يرحم والديكم وبطلع لكم البوم، ترى ما عندنا سالفه. كفو يا عيال. السلام عليكم يا شباب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفا وش هالركود وش ذا السكوت؟ سمعونا وش عندكم؟ أنا الشاعر الهيمن شعري ما في زيه، أعيش الليل حيران بين روحه وجيه. أيوة أنا الشاعر الهيمن شعري ما في زيه، أعيش الليل حيران. بس وش ده؟ وجع عندي وجع قلبك، وش هذا؟ وش في طال عمرك؟ في شيء الله يحييك؟ أنتم لاعبين بقصيدتي؟ لا 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 لا، بس عدلنا عليها عشان تضبط معانا. واللحن مسروق بعد. هذا مو بلحن حمام جانا مسيان ولا سلم علي. لا لا مو هو باللحن مسروق، احنا اخذنا شوي منه وحطينا، يعني تعرف مو يعني. اقول قم 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 ادلف انت وياه، قم ادلفوا. وصادق عليكم تسرقون الالحان. ما عليك منهم يا شيخ، هذول الزلايم ما دريت انهم مسرقين اللحن. اقول وانت الحقهم، اخلص الحقهم، اقحص. انا؟ اي انت. الله حمام جانا مسيان ونسلم عليه ونسلم عليه. سلامات يا الحبيب، ملحوس انت ملحوس. لا يا ابن الحلال شو فيك يا عامر؟ هذا النيجاتيف حق شابلن. قايل لكم اعطونا فرصه لكنكم غيرانين مني. اما غيرانين مني ما انت بعاقل يا عادل امام. كفته بالله يضحكنا، سوي حركات. اي صح، ناقص هلا 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 بالحلوه. انزل انزل تحت تحت تحت، يمين يسار يسار، واسبح هلا واسبح واسبح، روح هلا هلا بالمهرج. هلا يا كبير والله يا عيال كنا شنبه مايل. مرحبا هلا بالعيال، افتح 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 افتح. اي جلاو شكوش. مو كنا الخلطه حقتنا؟ تصدق قريب منها. لا هي خلطه. زين انكم جيتوا، صراحه كنت اتمنى اني اشوفكم والقاكم واخذ ارقامكم واتعرف عليكم. عفوا من معنا لو سمحت؟ انا صاحب المطعم، وخليت الطباخ يسوي نفس خلطتكم ذيك اللي سويتوها قبل فتره، وصراحه عجبت الزباين، وانا عندي مشروع قوي وما ينجح الا فيكم. موافقين موافقين. النشبه ذا وش ذا الرقم الغريب؟ النشبه. الو هلا. ايه معك عامر. ايه عرفتك عرفتك، امرني يا الحبيب. طبعا زي ما انت شايف هذه الورشه وتحتاج شخص فاهم مثلك في تعديل السيارات. ازهلها يا شنب. طبعا الراتب راح يكون 10000، وباذن الله النسبه راح تكون 20% على كل سياره. اتحداك يا شيخ 20%. إيه ان شاء الله ما تغير كلامك ان شاء الله. كفو يا الدين. كفته تعال تعال الله جابك، تعال تعال تعال. شلونك؟ لا تقول لي فقعت اللبات عندكم. الله لا يجيب الشر يا ابن الحلال. اسمع، في طال عمرك شغله على كيف كيفك. هذا واحد من عيال عمي شغال على انشاء مصنع صغير، ويحتاج واحد فاهم في الكهرباء مثلك طال عمرك، وشغل تخفيف احمال الطاقه. وها هذه بسيطه لا تشيل همه. يلا عيال صورة جماعية. تشيز. وانا اللي اتله مع رقبته واقول له اسمع يا ورع لا نسيك حليب امك، تفهم ولا ما تفهم؟ وهو اللي يغلط غلطة حياته ويمد يده يا عيال. وقال اوه زي كذا. والمهم واجي اللي امسكه وابطحه في الارض وادعس عليه وادعس عليه. عامر ما طاح. عامر تكفى يا عامر الحقني. وش بك يا ورع؟ في يوم جماعه دبجوني. دبجوك؟ وانا اللي دبجك. يا اخي يا اخي عامر. اخو العيال هذاك. انا اللي اوريك. وينه؟ وينه؟ عيله عيله ورع منخله. هذا يا ابو الشباب يا ابو الشباب ها يا اخوي في شيء؟ الحين كم مرة قايل لك يا كفتة لا عاد تغلط على ضيوف الحارة ها؟ ما تفهم انت؟ ياهو عيب عليك تغلط على الرجال، ورع انت؟ يلا توكل على الله، يلا ياهو يلا انت وياه يلا فوق عليكم سملك. معليش يا الحبيب اسفين. ايش دعوة؟ تعرف ذولي وراعين ما يقدرون المرجلة. فرصة سعيدة. وزي ما قلت لك ابو شوكش حوشت لي قرشين من هنا ومن هنا، فكرت لي في مشروع صغير، فتحت هذا المستوصف. ما شاء الله تبارك الله، الف الف مبروك. الله يبارك فيك. وشوف عشان الصعوبية اللي بيننا خليت التحاليل حقتك انت والاهل مجانا. ربنا يكرمك يا ابو فتحي، يا الله. يا شوكوش يا ام شوكوش، لوري، شادي، حسنة، امينة، لا تنسوا خدامة، اليوم حنروح المستوصف ابو فتحي، التحاليل بلاش. اقول لك ما سمعت عن المهاوش تعامر. لا ما سمعت. شاف ذاك المعظم وخاف منه وسلم عليه، طلع خرطي ما عند جدتي. اقول يوم شاف المعضل احكي له قام يركض قال كذا ايه وقام وسلم عليه يعني ما سوى له شيء ابد عجيب يا عامر. ايه هين الحل عندي. انت عارف انها تركي ولا بس ماشي معي كذا؟ ايه عارف انك تركي. امشي امشي امشي. عندك كم سنة؟ أنا؟ هو في حد غيرنا هنا؟ معلش يا دكتور، عمري 22. يا عم أنت بتاكل إيه؟ ارحم نفسك. طمني يا دكتور إيش عندي؟ أنت اتعشيت إمبارح؟ نواشف. كذاب. طب اتغديت إمبارح؟ فواكه وخضروات. برضه كذاب و60 كذاب. مو مشكلة كذاب يا دكتور، بس طمني ريحني إيش عندي؟ نسبة الكوليسترول عندك عالية جدا، وده نتيجة للأكل الغير صحي اللي أنت بتاكله. طب هذا الكوليسترول إيش يأثر ولا إيش يسوي؟ بيأثر على نبضات القلب والدهون والشرايين. يا ساتر. مطلوب منك تلتزم بالاكل الصحي، تبعد عن الدهون والمشروبات الغازيه والمقليات، واهم حاجه تلتزم بالرياضه. ابشر على خشمي يا دكتور. فاقول لك يوم وقف المعضل قدام عامر اختفى، اقسم بالله طلع كانه علبه مويه ونص على شكل استغفر الله يا رب. يا لبيه. شو؟ اقصد يا ربي. ايه بعدين وش صار؟ ايه اقول لك هو جلده جلد خلاه يعض الارض، طقه طق يوم بسنه. اشو انك ما فزعت وياه ولا كان جلدك انت بعد؟ والله ما يخسل له، والله العظيم يجلدني قال. طب الصراحه يا سوري انت يا بيبي مو ناقصك ولا شيء، وسيم وعسل، بس لو تعضل شوي وتعرض جسمك اكثر من كذا وتهبل تهبل تجنن تخقق. ايه اوكي فكر في الموضوع. شباب اتحداك. وي وي. اي الله اصدقائي شباب الاستراحه، اقدم لكم اعز اصدقائي الروح في الروح سيمو. السلام عليكم. السلام عليكم. سلم 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 زي الناس. هلا والله بالوحش، شخبارك؟ الصحه تمام. اقدم لك اقوى واحد في الحاره عامر. هلا والله عامر يا اخي. نورت نورت الاستراحه تمام. الحمد لله تمام. السلام عليكم. اقدم لك عبسي حقك. السلام عليكم. هلا بالوحش. شبابك الصحه. حياك حياك. تفضل تفضل. ايوه يبقيك. يلا حيا حييهم. استريح. يلا حيا يلا حيا. حييه وبقيه حبيبي تروك. لحو في شيء يا طيب؟ لا ما في شيء والله ما في شيء، بس بسألك سؤال صغير يعني. الشيء هذا كله حقك؟ شوف ذا وش وضعه رد عليه؟ ابشر ابشر. لا متقاطين هنا انا وياه في العضله. ايش فيك انت؟ ما جربت اصر وجهك فيها؟ حبيبي هذا سيمو من انولد وهو ياكل حديد وهو يلعب حديد، تمارين رياضه تمارين. ايش فيك انت؟ الو. هلا والله بالحب. يلا حياه. شخبار تمام. ايه عنده شويه تسملك كذا. شخبارك انت؟ وانا بعد والله شلنا عنك. والله من الدباشه بهالعقل شويه اثبط له. قال وين اذنك يا جحا؟ اوكي. قال هنا. والله ما يمسك زي الرجاجيل. يلا باي باي. لا يشوفك لا يشوفك. يا اخي وش عرفكم بالحديد؟ وش عرفكم بال حبيبي هذا التراي وهذا الباي. العضله عريضه ما يقدر يرد من يعني لازم يداور من بعيد. هو كذا ما يقدر. ها. صراحه خويك ذا حاجه ما حصلتش. الواحد بسم الله ريلاكس ولد ريلاكس لم العضلات اللي طاحت جب تعال يا جماعه يا جماعه لا احد يجيب رقم واحد ولا اي شيء كيف يا تشرب علي انت دايم كذا خلاص انت قفلت المية هزت قعدت لقيت مين هو كذا يشتغل يا جماعه الحين كنت بقول وش كنت بقول عذبني ترايا المهم الحين لو ابي اصير زي سيمو ابي اقعد 10 سنوات والله مشوار شو يقول فيك 10 سنوات انت بالذات يبي لك 2 شهرين بس زين وتنفل عضلاتك 2 شهرين عشان من بكره مسجل في النادي وانا كمان بسجل معاك طيب انت بد شل الزمزميه كل يوم 10 مرات ويطلع لك زي ذا ايه ياهو ما هو اتحداك يا شيخ هلا والله بالنادي البطل حياك الله على كم التعضيل عندك؟ نعم شو على كم التعضيل ما تعضيل خلي التعضيل لهلا هايط ها؟ إلى هايط أنت أفلام الكرتون جايبينهم معانا ذولي. حبيبي تعال شوي. سمح. في اشتراك المجاني اللي قلتوا لنا عليه. نعم. هذول 4 من أخوياي. حلو. وأنا الخامس زي المجاني. أبشر بس سجل أسامي أخوياك. أيوه. وسدوا الرسوم وأعطيك الاشتراك المجاني. حياكم الله يا شباب. هلا بالعيال هلا والله. ندير لو سمحت لو سمحت. ممنوع تمرم ثوب اقول ثوب بدله اهم شيء اعبر ها اصير مثلك كذا بس هذه قوانين وانظمه راح غير وتعال طيب وكذا اقول لك البس لبس رياضي وتعال يدك طب دقيقه يا ابوي وعلشانك معضل تايط اعضل واجيك ورع والله سبك خف علينا يا جون سينا يو كان سي ولا نسيم حميد مسوي لنا ايش عندك؟ يا اخي انت غبي ولا تستغبي؟ انا اصور الحين في نفس المكان هذا وبعد 2 شهرين ارجع نفس المكان هذا واصور وانا معضل عرفت؟ عشان انزل لك قبل وبعد في الانستغرام عرفت اخقق الموزز وكذا. ما معك لا قبل ولا بعد، المهم عجل وخلص اللي تسويه لانك من يوم ما جيت هذه القاعه فالح تتصور بس، يلا اخر صوره بالله ها؟ steady done steady مها هلا يما أم مهند كلمتني تقول تبي تخطبك لولدها مهند وش رايك؟ والله يما يعني ما أقدر أقول لك لا إيه ولا لا ما أعرف عنه شيء بس يما إذا كان مثل هذا طبعا راح أوافق السلام عليكم وعليكم السلام يما وين بدلة الرياضة حقتي؟ وش بدلة رياضة؟ بدلة الرياضة حقتي وينها؟ من متى أصلاً أنت تلبس بدل رياضة؟ هذيك يما لا تضحكين هذيك البدلة أصفر وأخضر عرفتيها القديمة ويه الله المستعان تصدق عاد صار لها كذا سنة مرمية على الدولاب روح جيبها روح جيبها يلا لا تنفخين جانا القطار بدروبه ولا تقاطع ولا اشارات اتحداك يا الحديد اتحداك لا حول ها الحين رسمي رياضة الحين تقدر تتمرن وتلعب والله طيب وش رايك بس انا ابغى قسم التعضيل على اساس عندي هنا قش اول سخن بعدين فكر تعضل بالله دعوا عندكم تسخين هنا تسخين تبدا تسخن بعدين تعضل شو شوي. شلون اسويها هذه طيب؟ حط يدك هنا بعين امك. شفتيني وانا شايل حديد اليوم؟ ارسلت لك اياها بالخاص على السناب. طيب شيكي على السناب ارسل لك اياها الحين خلاص؟ والله خقق يمينا بالله. يلا انتبه لنفسك. باي. ما كنت ماخذ راحتك وتاكي علي؟ زار عندك! معليش انا اخوك زعلك انت مني مزعلك علمني. طقطق علي انت. ها؟ اسفين. واحد. هي 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 كفته كفته ايش فيك نزل وين 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 وش ذيك الاشياء اللي انت شايلها وراك انت يا اخي مو دخلك فيني يا اخي خلينا احنا نتمرن يا اخي هد 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 تنقز لك عضله ولا شيء هد هد يا ابوي هد يا ابوي يا ابوي انا اساسا خايف عليك يا كفته والله خايف عليك يا ابن حلال لا يطق فيك عرق ولا يشد فيك عضله ولا شيء اقول لك انا ابغى اشعضل يعني شعضل انت شاتعضل حبيبي انت ولا ما تستخدم الروتينات ايش؟ برنت يا عمي شيل برنت ما قدك طلع جواز سفر انا يا ابن الحلال شوف شوف شفت الناس اللي وراك ذولي؟ بيانا شوف شوف ياهو ايوه هذولي هم حقين البروتينات اللي ياكلون بروتينات، البروتينات هذه علاجات طبيه تنفخ العضلات طيب من فين اجيبها؟ في ام بطحه؟ لا يا حبيبي شو اللي بطحه مسافرين بطحه انت وجهك اسمع هاي البروتينات هذه انا ادبرها لكم بسعر مخفض هلا والله مرحبا حياكم الله هذه والله ساعة مباركة الله يبارك فيك احنا الحقيقة جيناكم ونتشرف بالقرب منكم يا ابو عامر وعز الله ان ابرك الساعات الله يحييكم ويبارك فيكم اقول الاخ مهند وش يشتغل؟ والله انا عمي دكتور في الجامعة دكتور في الجامعة ما شاء الله تبارك الله لا اله الا الله الله يوفقنا وياكم ومن يسمع امين اجل بروح اجيب القهوة بسم الله الرحمن الرحيم خير وش فيك؟ يبا ما بي ها انت مقبولة انت شفتها تقول ما تبي الدكتور لو هو وزير ما خذيته يما هذا واحد معصقل يبا انا ابي واحد معضل بلات بنت هذه ما هي بصاحية مهبولة بلت خلاص سقط ابي واحد معضل شوفي معصقل دراهمك جاهزة ولا لا؟ اقول لك هي شو تخليني اعضل ولا اقدر حد يضربني ثاني ولا حد راح يقدر يهوب لك يداولون عليك من 3 كيلو يخافون منك طيب ما حد يقدر يعضل مثلي يا ابن الحلال ما في الا انت هذه مصنوعه لك انت لحالك يعني اللي ياكلها غيرك يطلع يشبهك بس انت لا تخلي حد ياكلها طيب كيف احطه جيب فلوس طيب كيف احطه مع العصيده يا حبيبي مع العصيده مع اي شيء تبيه اللي تبيه فكله بس اسمع لا احد يدري انه انا اللي جبتها لك زين؟ تبغى تركي تدبرها لي زين؟ ولا يهمك يلا اياهو توكل وعراك يا عيال ايش رايكم الحين نروح نطق 2 شاورما شطه كاتشب مايونيز لا لا يا ابوي وين؟ خارج من النادي شاورما شاورما كلها دهون ما يجي ابدا يا عيال خص علينا انا جوعان وش بناكل؟ اجل وش ناكل؟ هذا هو عشان الدايت حقنا ما في دهون ما في زيت ما في غازيات ما في اي شيء كذا مفيد للبطن كمان اتحداك يا العش الكذبي هلا والله بيبي هلا بك حبيبتي شخبارك ما شفتي السناب اللي ارسلت لك اياها امس ايه بس بصراحه ما تغير شيء ما تغير شيء ما شفت التراي كيف مشدود والله لا مشدود ولا شيء صراحة أنا توقعتك تعضل زي ما أنا تخيلت بس والله أنت مرة حطمتني أنت لو من جد تحبني وتغليني راح تعضل وأنا بعطيك فرصة شهر وأشوف أنت تحبني ولا لا غشاش غشاش غشاش. وي وي بديتك يا السمك. ايش في ذا؟ اما سبحان الله العظيم ما عليكم. قاسي ذا يا اخي ما ينوبكم. يا ابويا هذه حبوب مع المويه يشربونها مو بياكلونها. تخفخ 3 ساعات. حداك الله السبك انتم ومجمعكم. يلا مشينا. سلامات يا ابوي ايش فيك؟ يا عم ايش هذا؟ الله عاد تخاف صرصور يا السبك. يا عم الله شو بيقلبوا؟ اتحداك يا شيخ الحين خلها تنفعك عضلاتك. لا ايش تبغى؟ ايش تبغى؟ لا 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 تشيل حديد وما تشيل صرصور يا ورع. مسوي فيها كيوت. امسكه بيدك يلا امسكه. تعال ورع تعال. لا تسوي والله تعال. يلا دل عمي عامر. دل عمي عامر. طب قل كوكو. كوكو. هذه اخرتها صرصور يا رخوم. اتحداك يا شيخ. ما شاء الله شكلك منضبط، تتمرن صح ومؤدي التمارين، بس يا ليت اخوياك مثلك. والله اخوياي ما هو وجه رياضه ولا وجه نادي، كانوا يفكروا بايش؟ انه بس يعضل، في الاخير لا استفاد انه عضل ولا فهم اي حاجه من الهرجه. انا مشكلتي كل يومين اغير التيشيرت، تضيق علي. واو ما شاء الله عليك. وش عندك يا وري انت؟ جايب لك هديه. اركض بيتك اتحداك. اي نعم اتفق معك ان في بعض المشاهير يعني يبالغون في سعر الاعلانات، في مشاهير اعرفهم انا شخصيا يعني توصل اعلاناتهم 15000 الى 20000 توصل. ياسر جبنا لك 2 شاورما، شطه، كاتشب، مايونيز، ايش فيك؟ الشرع علي اللي حسبت حسابك. خليه يا ابويا ما يبغى انا اكلها. وانت ضرس تاكل كل شيء. اجل انا واحده وانت واحده. يا عيال احس اني كثرت اكل، بطني بتنفجر. الحين ما تستحي على وجهك، تطلع برا وتسحب علينا. كان عندي لقاء في الاذاعه. اما عاد. ولو ما تقول يا ولد. الحين ارسلوا لي الرابط في تويتر واسمعكم اياه. وصلت. اسمع. وانا يا استاذه سمر من محبين لبرنامجك ومن متابعينه. ارسل لي المقطع بالواتس وانا ارسل لي المقطع ابغي اسمعه. ابشر ابشر الحين ارسل لكم اياه في الجروب. يوي صوتك كلام في الاذاعه يا اخوي، ابى اطلع صوتي زيك. يا عيال طالبين مذيعين في الاذاعه، من يقدم معي؟ انا. اخ ياسر ودي اسالك سؤال، هل لك تجارب في التقديم الاذاعي؟ لي تجارب في الاذاعه المدرسيه. وانت يا اخ عامر وش هواياتك؟ أحب المكاشيت والمقانيس والشيلات والشعر. وأنت وش هواياتك؟ الكورة وخاصة الإتي. يعني أنت ما لك هوايات ثانية؟ البلايستيشن أنت تحداني؟ طبعاً أنتوا اجتزتوا المقابلة الشخصية. باقي بس الامتحان العملي وراح نبتدي فيك يا عامر. وكفتة؟ للأسف ما له نصيب. أزيد أقصد الله يعوض. مرحباً بكم جمهورنا الغالي في إذاعتكم تي اف ام. موضوعنا اليوم يتكلم عن الكورة. دخل عليك وما أدراك ما الكورة. يا عامر في اتصال على الهوا جاييك. السلام عليكم، ممكن أشارك؟ مرحبا أخوي، تقدر تشارك تفضل. صراحة أنا معجب فيك يا أخ شكش، تعجبني. حتى أنا معجب فيك، أحرجتني. شكرا على اتصالك يا صديق البرنامج. يعني ما أدري شو أقول لكم، بس بصراحة شكلنا بنلحق كفتة يا عيال. تكفى يا سعادة المدير، عطنا إياها من الآخر لا تعلقنا. مبروك مبروك خذلناكم معانا. يس! راح نسند لكم كل واحد برنامج يتناسب معه، فمثلا الأخ ياسر راح نسند له برنامج في الفترة الصباحية، وراح يكون تحت تدريب الأستاذة سمر المذيعة المتألقة. سمر؟ أقصد أستاذة سمر ما غيرها؟ أي نعم. أما أنت يا شكش فرشحناك لبرنامج رياضي بعد صلاة العصر مباشرة. ومع مين؟ مع مذيع متألق كان لاعب مشهور، مع الأستاذ إدريس. بالله! وأنا يا سعادة المدير أنت يا عامر ما نسيناك، أنت هنخليك في برنامج مميز، برنامج ليلي. ومع مين؟ مع الشاعر سعود، واسمه شعر طرب. لازم كل واحد فيكم لما يرجع بيته يفتح الإيميل، لأن إحنا كل قراراتنا الإدارية وموافقاتنا عبر الإيميل. أبشر، بس متى هنبدأ العمل؟ إن شاء الله من بكرة. إذا عبس أيوة، إذا عبس أيوة، إذا عبس أيوة. يا عيال بالله اهدوا، ما لها داعي أحد يصورنا وينشرها ويكتب إعلاميين يتراقصون في الشارع. إي والله إنك صادق. اسمعوا يا عيال، أنا بدخل حساباتي في الانستغرام وتويتر واكتب حساب الإعلامي عامر، هذا أهم شيء. أكتب الإعلامي ومذيع قناة TTFM، وكل ما يكتب هو رأيي الشخصي. كفو. وهذه أحلى عشوة يا عيال بمناسبة وظيفتنا الجديدة في الإذاعة. كفو ياسر، كفتة على الكل. لا لا لا، زعلان لأنهم يا أخي ما قبلوني في الإذاعة. لك وعد مني يا كفتة، أول راتب كل واحد منا يعطيك 500 ريال. أمزح. بنعطيك يا ابن حلال، تعال كل. أوكي بنعطيك، بس مو بتجي تجلس في حضني. وقر. بسم الله. يا عيال ترى ما في سهر عشان نتجهز لوظيفتنا الجديدة. اي والله انك صادق، يبيلها يا عيال بخار وتنظيف وجه وانت تغسل السيارة. ما عليك، بسم الله. عاد شوف يا ياسر، اليوم هو يومك الأول في العمل، أبيك تشد حيلك وبالتوفيق إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. بس الأستاذة سمر موجودة؟ اي أكيد في الاستديو. يلا تفضل. خير، ايش فيك؟ لا بس قاعد استعد نفسيا. اها يلا تعال تفضل. هذا ياسر اللي كلمتك عنه. هذه سمر؟ اي نعم هذه سمر. صباح الخير. اهلين ياسر. صباح الظهر. طيب 5 دقائق وبنطلع على الهواء، عن اذنك. تفضل. استديو ها؟ صباح الخير لكل مستمعين الكرام، ونرحب فيكم في صباح متجدد من صباحات TTFM. شمش يا رجل امش يا أخي. لكن اليوم صباحنا غير، بانضمام زميلنا الجديد ياسر. مرحبا فيكم مستمعين إذاعة TTFM، وإن شاء الله أكون خفيف الظل عليكم. انت شلون تتكلم كذا؟ ابتسم ابتسم، الجمهور يحس. طيب موضوعنا اليوم موضوع شيق ومهم للغاية. نحب نعرف وش تفطرون كل صباح؟ بيض أو بيض بالجبن أو بيض عيون، جعل عيونكم ما تشوف إلا السعادة. يا ليت تجاوبون بصراحة، وننتظر اتصالاتكم. وقبل ما ناخذ اتصال، وش تحب تفطر يا ياسر؟ أنا من ناحيتي أول ما أصحى ما أفطر، آخذ لي قهوة سادة. ياسر يقول إنه ما يحب يفطر، أنا أحب أفطر كورن فليكس. كورن فليكس؟ وصحن المعصوب ذا من فرامة. قول إنك تمزح الآن. طيب امزح يا جماعه الخير. عطونا اتصالات، خلونا نشعل الجو، نبي جو حريقه كذا. يا رجل امشي امشي يا اخي امشي. بالنسبه لي احب افطر شكشوكه. انت تحب الشكشوكه بطماط ولا بدون؟ خليك صريح معانا. يعني في واحد ياكل شكشوكه بدون طماطم؟ شو اسمه جاي؟ لا صراحه انا ما احبها مع الطماطم، احب الشكشوكه مع البصل. بصل؟ واحد يفطر بصل على الصبح؟ يا رب ايش هالزحمه. إجابة صريحة. أقسم بالله أنا من أسمج ناس أشوفه. الحلقة كانت مولعة والجمهور متفاعل. زين، عدى هذا اليوم على خير. يلا أنا ماشي. تعال اصبر، وين تروح؟ نبغى نجهز الموضوع حق بكرة. طيب جهزتي موضوع حق بكرة؟ اي جهزت، انا جاني من مصادر موثوق منها لقناه RFM بينزلون موضوع بعد يومين، وانا بقهرهم، ابي اغبنهم، ابي انزله بكره. ها الموضوع كذا. تعال تعال خلينا نروح نجهز بسرعه. هلا صباح الخير. والله زحمه طال عمرك، زحمه والله، سياره على سياره. يا رجل ليه تخصم علي؟ ليه يا زحمه؟ وش اسوي؟ وانذار بعد، والله زحمه سياره على سياره، اني ماني قادر امشي. ها؟ 5 4 3 2 1 شباب انتوا على الهواء. يا هلا والله ومرحبا مستمعينا الاعزاء في حلقه جديده من برنامجكم الرياضه شوت. اليوم ينضم الينا مذيع جديد، اخليه هو يعرف عن نفسه. اسمي شكش. يا ولد من جدك؟ يا ولد ده اسم ولا عده يا ولد؟ يا الله هذا لازم نتب جبهته صراحه. لو بداله كان اعتزل بعد ذي الذبه. اسمع اسمع، شوف الحين بنزل الموسيقى وابيك تضحك. ها؟ هيا قلت لك انا. ضحكتك زي وجهك، مسويتك تاخذ مكاني في الاذاعه. الزبده الزبده، وش تشجع انت؟ اتحادي. موضوعنا اليوم وبإصرار من شكوش انه يكون وش سبب نزول مستوى الاتحاد هالفتره؟ وش رايك بالموضوع هذا يا شكوش؟ صراحه يعني خاصه في موضوع نزول المستوى، يعني انه يا جماعه والله شكوش مرتبك وخايف، اول مره يطلع في الاذاعه مو عارف ايش يقول. الو وينك يا ابويا؟ دق الحين ابويا، دق بسرعه خلصنا. ونستقبل اول اتصال، نقول الو. مين معانا يا اخوي؟ معك احمد من الرياض، استاذ ادريس. يا مرحبا يا اخوي احمد. انا بصراحه من اشد معجبينك انك استاذ ادريس، وماني مصدق اني على الهواء. شكرا جمهوري، يديكم العافيه، وانتم راس مالي، والله سعدتوني كثير. كذاب. سلامات يا الحبيب، وش عندك؟ انت عامر؟ ايه انا عامر. ادخل وسكر الباب. سلامات، ايش فيك يا شيخ؟ ما حلفتني من امس، غسيل كوي مستعجل، ورحت للحلاق اخذ مني 50 ريال، حلاقه وصنفره وبخار ولزقه خشم. ترى برنامج اذاعي ما هو بتلفزيوني، ان كانك كشخت ولا ما كشخت ما حد درى عنك يا المتحمس. وبالنسبه للحلاق خبر لك باكستاني باخر الحاره ينظف وجهك كامل ب5 ريال. ايه علشان كذا رواتبكم قليله، 4000 ريال ما فيها بدل مغسله وبدل حلاقه. وازيدك من الشعر بيت، المبنى كامل هذا ما فيه الا انا وانت. الاداره ما يداومون الا الصباح، يعني في الامه من الاخير. ابشر في الامها. باقي اقل من دقيقه ونطلع للهواء، البس سماعتك. مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج شعر وطرب. نرحب بمذيعنا الجديد اللي يشاركني بالبرنامج الاستاذ عامر. يا هلا والله ومسهلا، ارحب فيك وارحب في جمهور برنامج شعر وطرب، وانا بصراحه من اشد المعجبين في البرنامج. في بدايه البرنامج نسمعكم اغنيه طربيه للراحله ام كلثوم، فكروني. وش الوضع؟ الوضع اني طلبت عشاء والمطعم وصل، وشغلت لهم اغنيه ام كلثوم. يبي لها ساعة عشان تخلص، يعني يمديني اتعشى واخلص وارجع وهي لحد ما خلصت. هذا نظامكم. طقطق عليك المذيع في البرنامج، ما خلاك تتكلم ولا كلمة. عشان كذا انا جيتك وابغى فزعتك. لا 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 ما دخلني، مضاربة ماني فيها، روح شوف لك على واحد غيري. يا ابني الموضوع مو مضاربة، ابغاك تفزع بشيء ثاني. ايش هو؟ انا اقول لك. ومع ذا الصبح الزين وانتم رايحين لدواماتكم مع الاجواء الحلوه، ما شلتوا هم الزحمه. وموضوع اليوم يتكلم فيك عيب ودك تغيره. نستقبل اتصالاتكم ومشاركتكم على تليفون البرنامج او على حساب البرنامج في تويتر. وناخذ اول اتصال ونقول الو. يا صباح الخير. ويا صباح النور والسرور، عرفنا باسمك وايش عيبك اللي ودك تغيره. كيفك سمر؟ اهلين، هلا والله، حياك الله. ممكن تعرفنا بس باسمك؟ معك مطلق من الرياض بحي النسيم الغاربي. يا هلا اخوي مطلق، ممكن تحكي لنا العيب اللي فيك ودك تغيره؟ عيبي اني طيب بزياده. واي شيء يطلبونه مني الناس البيه، وخاصه اهلي. بالعكس هذه ميزه، واتمنى انك ما تغيرها اخ مطلق. ابشري والله راح اغيرها. شكرا على اتصالك اخوي مطلق. يا اطيب اخ، تكفى تعال وصلني الجامعه، سواقي ما جاء اليوم. كيف 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 ما جاك السواق تحطنها براسي؟ تبطين عظم، انا توني جاي من استراحه هم واصل وتعبان وبنوم يمتحون الغياب. والحين حبايبي يا المستمعين نغير موضوعنا لليوم، ايش امانيكم اللي ودكم انها تتحقق؟ ناخذ اتصالاتكم ومشاركاتكم، ويلا نبغى العالم تتصل، نبغى الجو هيصه، نبيه مشعلل. هيصه هيصه هيصه، انا اوريكم الهيصه الحين. من دخلوا عليكم انا اوريكم الهيصه الحين. وناخذ اول اتصال ونقول الو. الو مرحبا. لا مرحبا ولا مسهلا، بالله ما حد قال لكم انكم سمجين انتم الا انت. وش السماجه هذه؟ يا ابوي ما حد قالك تتصل، اذا مو بعاجبك برنامجنا في كثير عاجبهم، يلا انقلع. مساء الخير. يا مرحبا، من معانا؟ من فين يا ابويا؟ معك راشد من الشرقيه، الخبر. انا من معجبيك طال عمرك، انت قامه اعلاميه رياضيه محترمه طال عمرك. تسلم حبيبي، هذا من ذوقك. ما تبى تكلم زميله شكوش؟ والله بصراحة ما أعرفه، ما بكلمه. يعطيك العافية. يعطيك العافية حبيبي. ومعنا اتصال آخر، تفضل. مرحبا بكم. هلا هلا، يا مرحبا بيك في البرنامج. أنا كفتة أمر كفاتي، أكلمكم من الاستراحة. اتفضل أخويا كفتة، إيش عندك قول؟ أنا من أشد المعجبين فيك يا أستاذ شكوش، أنا من فنزاتك. معليش أخوي كفتة بدري كبدة، الاتصال انقطع، حاول مرة أخرى. يا جماعة الخير إدريس هذا نصاب، وكل اللي اتصلوا على البرنامج أصحابه. شيل يا ولد، وخر وخر نصاب. أما الآن أيها الأخوة المستمعون، نترككم مع أغنية شعبية من التراث السامري. يا عيال هذا عامر خويي طالع في قناة اليوتيوب بث مباشر، شوفوا ايش جالس يسوي. اما عاد شلون دريت عنه؟ ام هاشتقينا كاتبين مذيع TTFM بسروال وفنيله. يا سبك تشجع مع اي فريق؟ شكوش لا تتعب نفسك وتشجع، ترى الفار بيوقف معهم. اقول اسكت الفقراوي، هذا اللي فالحين فيه، بس تراقبون الهلال، راح شوف مباراتكم مع القادسيه بالغرفه الثانيه. يا طاقيه هص. عطوا! مين فصلوا؟ يا ليل ام النرفزه، 20 مره نقول لكم صلحوا الدش، صلحوا الدش ولا تصلحونه. انا مالي صلح. يا اخوي كل ما صلحناه يرجع يخرب، ايش تبينا نسوي لك؟ قوم يا ابوي نصلحه. يا عمي طير، قال ايش؟ قال نصلحه. بتخلص المباراه وانت لفه يمين، لا يسار، نزل شوي، ارفع فوق، بروح بيتنا مع السلامه. سريله. اقول مباراة الزعيم اركد في ديتك. ها غبي وشو؟ يا غالي يا غالي، اشوى استرح استرح. عطى يا ابوي، وش ذا التسطيح؟ الكرة وصلت بيتنا يا شيخ، ومسوي توجه بعد يا ابوي، ما تستاهل تلعب في ضمط. كفو يا سالم، دزها. ايه عطى، حلو، روح يلا قميز، هيا يلا يا اسد. افا ارجع ارجع ابو تيه، ارجع ارجع يا ابوي. ايش ذا ابو تيه اللي رجلينا كلها يمين يتصافق؟ لو جابوا جحفلي بدالها ازين. كم ما تشوفين مالس عيون؟ 1-1. 1 لمين؟ 1 للحكم. تستهبلين انت وجز. ايه صح، على المطبخ. تبي شاهي؟ اي والله جاب وقته، شاهي تلقيمه. نعسي. كفو يا سالم، دزها. ايه عطا، حلو، روح يلا قميص، هيا يلا يا اسد. بعد ما افتتحوا العروبه راحت على خريص الزحمات، شارع عريض وجنوبه كنا سباق الراي. شوف عرفته يا اخي، ذا اللي فصل على البوتيه يمين بالله منسم. اسكت ليش صاعين الحين؟ خير في شيء؟ سلامتك، استمر استمر استمر. شو السالفه؟ يا نجومية انت يا مدرك اليوتيوب، ايش الحركات هذه؟ وش السالفة؟ ما تدري؟ توافى يا عيال، حقك مدرك اليوتيوب عامر، جينا نشوفك يا عامر، جينا نشوفك يا عامر، تابع ودوس واحد لايك، زيد المقاطع يا عامر، زيد المقاطع يا عامر. كم ما تشوفين مالس عيون؟ 1-1. 1 لمين يعني؟ 1 للحكم. المهم لا تتعودها، ها؟ ترى البيوت اسرار، تفهم ولا ما تفهم؟ يا ابو الاسرار، ترى مقطعك جاب 200,000 مشاهد. اوف، من جدك؟ اي من جدي. تخيل صحباتي ميتين على المقطع، يقولون شكلك مره كيوت، تهبل وانت معصب. انا؟ اي سليمان حبيبي، متى المباراة الجاية؟ بكرة. اوف اوف اوف، ابوك يا الاجهزة، وانا اقول وين غاطس النتفة، اثريك هنا ومطفر بابوي بعد. انا عندي حلم ان يكون عندي قناة باليوتيوب واوصل فيها 1,000,000 مشترك. معي الذيب معاصي، احلم على قدك. ما كان انا اخو عامر لما حققت حلمي. امش، والله ما انت بسهل. يعني تمشي على كلامي؟ امشي وبالحرف بعد. اطرخ. يا اخي ترى طفشت، لو احنا نعلمك 10 مرات تموت يا اخي، خلاص طفشت. طيب وش اسوي؟ هم يطلبون علي. وسلاح اللي معك مزهريه؟ نبي نسوي مقاطع جيمنج، لكن على وضعك ذا شكلي بكنسل. طيب والحل؟ عندي الحل. هلا والله، اتحداك اللوت البطل، الاول نوك والثاني فنشناه. يا ولد انتهت مواردي، ابى اكسر خشب. يبا عيالك هذول مو بصحيين، تخيل المشاهدات وصلت عندهم 400,000 وقناتهم على اليوتيوب طايره فوق زي الصاروخ. لو انهم فالحين بالدراسه مثل ما هم فالحين بالتيوب كان ابرك. يبا اسمه يوتيوب. وش يوتيوب؟ تيوب كل واحد. هلا ام فيصل، هلا والله. ايه هو الله يخليك ويحفظ لك عيالك. ابشري ابشري بما الله. هذا رابع اتصال يجيني اليوم وكلهم يقولون لي ابلشتوا عيالنا، الكل يتابع عيالكم ويتابعون مقاطعهم. عجيب والله، يعني ما ينفع اصير معهم بهالتيوب. بصراحه زيارتك الميمونه يا تاج راسي تسرنا، لكن زي ما انت شايف سليمان مشغول، تقدر تراجعنا بعد ساعة. بعد ساعة؟ ايه ما يخالف، اراجعكم بعد ساعة. اتحداك اللوت البطل، الاول نوك والثاني فنشناه. الهجه واللجه خير؟ ابدا نغسل الحوش. تحاسب المرخيص يا قليل الادب. عاد وراك شديت حيلك في الطق الغالي، ترى تمثيل. ازين عشان يصدقون اني ما ادري عن الكاميرا. كفو. هذا المقطع اللي بيجيب لي النص مليون. عمر 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 يعميك. وش فيه؟ عندي فكرة فلوج نصور للقناة، ايش رايك؟ كفو، بس وش هي؟ السلام عليكم، معكم سليمان من قناة دي اكس وايف، ورجعنا لكم بمقطع جديد. بنعلم اختي مها السواقة. طبعا الموضوع بالنسبة لي شوي مخيف، بس عامر قال لي إذا تعلمت السواقة وصرت زين راح يطلعنا مطعم فاخر. اكتبوا بالكومنتات وش أفضل وأضخم مطعم بالرياض عشان راح نوهق بالفاتورة. هذا إذا سكتي زين وما صدمتي. راح أسوق زين، نشوف. يلا شغلي الموتر الحين، حطيه بالأول. ها بعدين هذا يا عيال مو ذاك إنه عامر؟ ايوه ايوه من اللي معه. اوف يا ابوي انبريش له، خلينا نعرف ايش الهرجة. يلا مساك الله بالخير. هلا مساك الله بالنور. اي الهرجه يا ابويا؟ ابد، عندنا حصه تعليم قياده لاختي، يعني الموضوع عائلي، دزها انت وياه. ايوه بس اخوك جالس يصور بالجوال. يا ليل النشبه، ياخذ اثنين في واحد، تعليم قياده ونصور فلوق. شوف شو مسوي بالشماغ. ها؟ يا ابويا تغطي ما تغطي كلنا حنشوف اختك في اليوتيوب على شاشه الاستراحه. ايش دي كمان؟ فيديو انت حتنزل الفلوق؟ انقلع يا ورع. زين استراحه. يلا يلا هيا هيا. باي باي يا عامر. والله يا عامر خلاص راحوا. ما شاء الله قناتكم في ازدياد مستمر، ومن خلال خبرتنا في السوشيال ميديا اتوقع لكم ازدياد اكثر واكثر. جو العائله اللي انتم فيه الناس حبته، كل واحد فيكم له شخصيته وله جمهوره. ومن هنا انا راح اعطيكم عرض لمده سنه وشهريا 80,000 ريال مقابل اداره المحتوى والنشر والرعايه، وفوق كذا نسبه من الاعلانات. يس! هذا عرض بسيط ما يسوى شيء قدام العرض الثاني اللي بقول لكم اياه. وش العرض الثاني؟ العرض الثاني نفس العرض الاول لكن بزياده 100%، يعني 160,000 في الشهر. اوف! طبعا اذا سويتوا فيديو وكسر حاجز ال10 مليون مشاهده. دقيقه وش الفيديو اللي بيجيب 10 مليون مشاهده؟ الافكار كثيره، فيديو صغير ابو دقيقتين انت واهلك يكسر لك حاجز ال10 مليون. لا تملا يا تيس. شو لك شيك؟ ها؟ ايه عرفت عرفت. لا تملا يا حبيبي يا عموري انت. سمي قلبي سمي عمري، اصلا انا احبك يبا واموت فيك ودائما اسمع كلامك. اوفر اوفر وش ذا التمثيل؟ قلنا تمثيل لك مو كذا. 1 2 3. انتبه 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 انتبه. وش فيك؟ يمينك يمينك يا اخوي. ما في شيء يميني يا اخي. زبن ورا الشجره الله يهديك يا شيخ. استهبلت وجهك الحين، خليني اسوق عشان تلعب ببجي. لا وبعد تهبل فيني. اطلق اطلق عليه اطلق عليه. اي كفو كفو. اي لا حد يساعده لا حد يساعده. حلو. مريض انت مريض. وش ذي اللعبه الادمان؟ عقوبه ذي. اوه طلق علي مت. ازين تستاهل. يلا يلا ابى انبق وتعال سق. لا بالله تكفى. قم ثاني قم ثاني تكفى. استعداد استعداد. يلا وقف وقف وقف. اطلق عليه. هي كفو. لا حول يا ذا السبك. تعال تعال وقف. اي ايش تبي انت؟ يا اخي العيال قالوا يبغون مكسرات وما ادري اشياء كثيره والله ما نسيتها. اسحب اسحب عليهم بس. الرز بيبرد مشينا بس. سلامات يا بنات، وش فيكم؟ وش شايف يعني ترى هنا مبنشرين وراه تنفخ ذي، شكله ما تعودوا على الشمس. معنا اسطبه وكل شيء، نبيكم بس تركبونها. وش الاسطبه ذي؟ تقصد الاستبنه. سلك سلك لا تدقق. ايه طيب وين العفريته والكبر عشان نركبها لكم؟ العفريته موجوده في الشنطه. بسم الله علينا من العفاريت. نكت انت وجهك. ها؟ خلصنا يا بنات. يعطيكم العافيه. تبون شيء ثاني؟ لا شكرا ما قصرتوا. عفوا عليك بس ما سوينا الا الواجب. طيب تدلون الطريق ولا ندلكم؟ لا شكرا ندل. يلا مشينا ياسر. يلا. شرح اللي يساعدكم. يلا بنات مشينا. يلا. اقول لك شكوش، ايش رايك نروح المطعم في سمك يحب قلبك؟ دحين على الجو ملح ناكل هنا ايش بقيت تقول الحمد لله. الحمد لله. وصل 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 وصل. هاي ايش لكم تاخرتوا؟ كل هذا تجيبوا ملح؟ معلش يا عيال صارت لنا سوالف، ساعدنا ناس وكذا. مين الناس اللي ساعدتوهم؟ يلا يلا سمسم بعدين نعلمك. بسم الله. هنا هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عنهم. وأنت منهم. تفضل اقلب. لا بس تسلم، بس احنا نبي منكم خدمه بسيطه. امرني يا الحبيب. صراحه يعني احنا ضايعين ونبي نكلم خوينا بس ما عندي رصيد، وانا جوالي طافي شحن، وانا جوالي ضايع، كلنا متوهقين. ابشر بعزك ما طلبت شيء. كم رقم خويك يا عيال؟ من اللي عنده سنايبر بالله عطنيه عطنيه. قص. يلا ياسر تعال قابلني. ماني فاضي. تستهبل انت وجهك، نبي الربع ما في رابع. يا عامر استراحه بلوت بلاي ستيشن، يا ابوي طفشنا خلاص. يا ابوي انت بعد اشغلتنا بذا الببجي. يا اخي قوم بالاستهبال. لا ليش ترمي الجوات؟ فقع وجهك هنا. فقع وجه مين يا ورع؟ وش السالفه يا عيال؟ وين اغراضنا؟ يا عيال دخلنا ببجي صدق. تستهبل انت وجهك، احنا ما بغيناها وهي لعبه تبينا ندخل فيها بعد. يا ابوي في ملابسي، ايش هذا؟ كيف كذا ليش؟ وين كفته؟ خلا بدخله القائد معي. يلا يلا يا عيال يلا خلينا نبدا اللعبه. وش نبدا اللعبه يا حبيبي؟ علمنا اول شيء وش نظام هذه اللعبه. نروح العماها يا ابن الحلال. البقاء للاقوى. اول ما تدخل اللعبه جمع اسلحه وافلم في اي احد تشوفه قدامك، واذا مت ترى بتصير صندوق وياخذون اغراضك. حلو. واذا اطلقوا عليك ولا شيء ينقص دمك، وفي علاجات عاد ما ادري ايش علاجاتهم هناك. يلا يلا يا عيال باقي 3 ثواني. يلا وش السالفة؟ الحين الباص بيمشي وكل جروب أو كل تيم بينزل في منطقة معينة عشان نحارب بعض. طيب ليش حنا بسروال فنيلة وهم ملابسهم؟ اسكت يا ابن الحلال اسكت، هذول صار لهم يلعبون من زمان عشان كذا مستواهم عالي. لا تحارشهم تكفى. ألا بحارشهم، بعدين هي مهب المستوى قوة القلب. يا طيب يا الحبيب بالله وقف وقف جنب هنا وقف بالله. أيوه تقولون لي وين تبون تنزلون اليوم؟ مو بشغلك. أقول الوعد حفر العتش، خلينا نشوفكم هناك. والميدان يا حميدان الله ظني انكم بتهربون صلبوخ. شوف من يتحدى ذا السبق. والله ما انت مهين يا ابو طاقيه، شكلك توك جديد في اللعبه. اقول روح لقط ملابسك بس. اقول اركد في ديتك انت والكيك اللي حاطه فوق راسك. مشينا الوعد هناك. يلا دزها. بنات مرة حر، وش ذا الباص اللي ما في مكيف؟ اي والله من جد حر متنا. يلا ننزل لو سمحت لو سمحت. وقف هنا وقف. اي والله يا عيال مرة حر. يلا انزلوا انزلوا يا بنات انزلوا. يلا يلا ننزل. بسم الله عليكم بسم الله عليكم. اقول لك خلينا نروح معاهم. اي اهدى يا فقي لا تكون كده خفيف. اكو هلاليين بالباص. محسوبك هلالي صميم. كفو. وهلالي في الصدارة، وهلالي في الصدارة، وكل الأندية بعده، هو يلا، وكل الأندية بعده، ويا عالمي فوق حلق فوق، بعدنا دايم القمة، يا عالمي فوق حلق فوق، بعدنا دايم القمة. يا طيب عندك بس وقف يا فقير صراوي ريق طواقي. ايه لا تذب، راح الوعد هناك بس. يلا توكل على الله. هلا والله هلا قميصك حداقك مين يا عيال. هذه حفيرة تنساح، تبونا ننزل ولا نقدم شوي؟ لا نبي ننزل، هذه اسمها شكله صدقي ولا لا يا شكوش؟ يجي يلا مشينا. الحين وش نسوي؟ يا عيال دوروا ملابسكم وانتبهوا احد يشوفكم. طيب واذا احد شافنا ايش الهرجه؟ يطلق عليك يا غبي. ملابس يا عيال. يا عيال تكفون، انتبهوا فتحوا عيونكم يا جماعة. في واحد طلق علي. وينه؟ هناك. طيب يا عيال تكفون، كل واحد يدور له شيء يدافع عن نفسه. ها؟ يلا 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 يلا. شوف ايش لقيت. جبها. ريح. ها لقيت لي سلاح. هذا سلاح يا ورع، وهذا سلاح زبريه بعد. تكفى عطني واحده منهم. لا يا شيخ احتاجها الثنتين، خلك انت بالتشوز حقك يا ورع. مشينا. شقوش حصلت نبيطه. اسمها ايش؟ نبيطه. اسمها نبيله يا مخ. كفته نبيله. ما هو؟ والله مثلي زيه. ها يا عيال لقيتوا شيء؟ يا لقينا نبطات. كفو. طيب ياسر الحين وش نسوي؟ الحين يا عيال ابيكم تفتحون عيونكم زي الناس. انت يا عامر اي احد يطلع لك ابيك تلشطه بالشماغ وانتم نبطوهم. خلاص؟ طيب وبعدين؟ عشان اذا طاح تاخذون اغراضه ونفقع بها. ابشر بعزك. يلا مشينا. هيا هيا يا عيال شكلهم تيم. يا عيال انتبهوا ترى قريبين منكم وين وين محدد على زاويه كم؟ وين؟ زاويه 180 180. طيب انا ما معي سلاح معك رصاص. اي معي حصى. انا الحين خلهم علي، اجيب لك الحين اطلق سلاح. تعال تعال خلي بنت. شوف من اللي ذبحها؟ ما ادري يا عيال. فاضيين تسولفون؟ خلنا نفتح الصندوق ونشوف ايش عنده. كوبتا. اسكت تراها لعبه. نشوف ايش عنده. اخذ كبك ينفع. وش تبي بكبك؟ شوف شيء ينفعنا. هذا ممتاز. وش ذا؟ حبق. زين زبنوا وش تنتظر؟ امشي. لقيت سلاح ما معي الا هالتاوه، وانتي؟ انا ما معي الا ذول البنس. طيب خليك هنا. شكوش راح دور علاج، دور علاج بسرعة. علاج علاج عيال، بسرعة بسرعة. شو لقيت؟ كلاجة تعجبني. امسك امسك. كيف؟ شوف دم. لا باقي له، باقي له شوي. زيد زيد زيد. ايه ايه ايه. ولد ولد يلا. خلنا ناخذ اغراض بسرعه بسرعه بسرعه. جيب جيب شوف هناك، شوف اغراض. خذ ازبريه ذي لك. كفو والله يا عامر. مشي مشي. بنات وين مرة اهتمام نلوت؟ تلاقين كل الشباب مخلصينها. اجل خل نروح الزديه. لا والله مرة بعيد، جينا الزونة هناك. ابوك يا البخاري البطل. شيء يا ولد عنده بخاري، تعال كل يا ورع انت وياه اخلصوا وتراني جوعان. يا ابوي لا تقعد تغثنا، خلاص بعد شوي بنخليك تاكل وبنحميك. طيب لا تخلصون عن الدجاج، شغل النذاله هذا ما بيه. لا تخاف بنخلي لك جناح. يا عيال احس اني خدرت شوي، ما يجي غفواه. مره مو وقته هذا. يا اخي وش ذا المكان اللي ما فيه ولا شيء ولا شيء، ما في الا زبيريه. يا اخي مشينا المجمع اصرف. اسمع ايش قال، قال المجمع يا حبيبي المجمع ما ينزل الا الناس لعيبه، ناس في التيته. مو انت ملوت لي زبيريه، وين رايح تصد ضبان انت؟ يا اخي ايش تسوي؟ هذا اللي لقيته. طيب طيب ايش تبينا نسوي طيب؟ اسمع انا قفلت معي، راح العب فيفا اصرف لي. يا حبيبي تعال. ايه وين رايح انت؟ يا حبيبي انا ماني محرك شبر من هنا لين اجيب راس البطاقيه ذا، قسم بالله اني حاطه في راسي، انا حاسس انه موجود هنا، بس خله بجيب راسه. يا عيال وش السالفة؟ تشوفون الدخان الأحمر؟ يا عيال هذا دروب، خلنا نروح قبل ما ياخذونه الناس. تكفون يلا. وش دروبه؟ دروب يا ابن الحلال، هذا صندوق فيه أغراض مرة قوية، أسلحة مرة حلوة وكلها علاجات. يلا أموت في الدروبات، دزناها يا عيال يلا. اخ يا خوي ليتك عايش وتشوف الزبريه وش سوت، نتفت لك بنتين بضربه واحده. ما قلت لك خلاها فيفا؟ الله يرحمك، بس ما عليك باخذ ثارك من ابو طاقيه. بليز بليز. اجل تبي تجيب راس بطاقيه ها؟ جيم اوفر.